بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. حلقه جديده واخبار جديده هتعرفوها تسمعونا معانا النهارده في حلقتنا، حلقه الاشبال. ضيفي وضيفكم النهارده ان شاء الله في الجزء الثاني هيكون الكابتن عبد المنعم شطه، واحد من نجوم الاهلي السابقين وايضا مدير اكاديميات النادي الاهلي. هنتكلم عن اكاديميات النادي الاهلي الموسم المنتهي، كمان الموسم الجديد، نشوف اكاديميات النادي الاهلي هتتواجد فين، فروع جديده بتتفتح في كل مكان ما شاء الله. دلوقتي اكاديميات النادي الاهلي بنتكلم عن اكتر من 20 فرع، حاجه من الحاجات المهمه جدا سواء في اكتشاف المواهب او ايضا كمان من الامور الماليه اللي يعني بتكون مهمه جدا للنادي الاهلي، وايضا اكتشاف للمواهب كبير جدا. وايضا كمان هنتكلم مع الكابتن عبد المنعم شطه، وهو واحد من اللي اشتغلوا في الاتحاد الافريقي سنوات وسنوات. هنتكلم عن المباراه المهمه والمرتقبه ان شاء الله بينتظرها كل عشاق النادي الاهلي، الاهلي امام الوداد المغربي في نهائي افريقيا. هنتكلم رؤيته ازاي للمباراه، كمان ايضا التحكيم الافريقي، كل ده هيكون معانا ان شاء الله مع حضراتكم في الجزء الثاني مع الكابتن عبد المنعم شطه. لكن في بدايه حلقتنا طبعا هنتكلم عن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، اللي بالامس خلاص اغلق الملف المحلي. النادي الاهلي ما شاء الله كان عنده 3 ماتشات مهمين جدا، كان عنده مباراة إنبي، طلاع الجيش، سيراميكا كليوباترا بالأمس، والحمد لله النادي الأهلي قدر يفوز في الثلاث مباريات ويحقق العلامة الكاملة 9 نقاط. علشان كده كان النادي الأهلي كولر، كل ما كان حد يسأله يقول له مباراة الوداد يقول لك أنا عندي المباراة القادمة هي المباراة المهمة. الكلام ده لما كان شغال في الدوري المحلي أو الدوري المصري، وهي دي الرسالة اللي كان عايز يوصلها للاعبي النادي الأهلي. المباراة القادمة بالنسبة له بتكون هي المباراة الأهم، ما أقدرش أبص على مباراة لسه بعد 3-4 ماتشات، سواء لو كانت نهائي أفريقيا، لكن أنا عندي المرحلة الحالية هي اللي كانت أهم. علشان كده بنشوف النادي الأهلي ما شاء الله في الثلاث مباريات السابقين في الدوري المحلي، وهي البطولة المهمة أيضا وهدف كبير من أهداف النادي الأهلي في هذا الموسم. هذا الموسم للحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها، النادي الاهلي حقق 2 سوبر محلي وبطوله كاس مصر، ومتبقي عندنا بطوله الدوري، بطوله افريقيا، وبطوله كاس مصر الجديده. بطوله الدوري المحلي وعايز اقف عندها شويه، كان 3 ماتشات مهمين الحمد لله الفتره عديناها. النهارده بطمن كل جماهير النادي الاهلي، محمد الشناوي، علي لطفي، حمدي فتحي، الثلاثه النهارده شاركوا في اجزاء من التدريبات علشان المباراه المهمه جدا. النهارده خدوا اجزاء في تدريبات اليوم. البرنامج العلاجي للثلاثه الحمد لله بيسير بشكل ممتاز في عمليه الشفاء، وان شاء الله الثلاثه يكونوا موجودين، 3 ركائز مهمه، محمد الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي. ده ايضا بياخدنا لحراسه مرمى النادي الاهلي، حتى مع اصابه محمد الشناوي وعلي لطفي بنشوف واحد من ابناء النادي الاهلي مصطفى شوبير امبارح اللي بيقول يعني انا موجود، وكل مباراه مصطفى شوبير بياخد فيها فرصه بيطمنا اكتر واكتر. والحمد لله عندنا مركز حراسه النادي الاهلي دايما بخير. وايضا كمان حمزه علاء يعني كان متواجد على دكه البدلاء، عندنا مصطفى مخلوف، فما شاء الله كنا دايما هنا في برنامج الاشبال بنقول للناس اطمنوا، عندنا في قطاع الناشئين حراس مرمى صاعدين واعدين جايين على الطريق. هي ده كان هدفنا، ودي كان الرساله كنا عايزين نوصلها. بنشوف امبارح تصدي المباراه مصطفى شوبير، واحد من اهم التصديات في المباراه المهمه اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم. ده كان واحد امبارح مركز، تالق بشكل كبير، انا بعتبره واحد انه يبتدي مباراه مهمه زي سيراميكا كليوباترا في مشوار الدوري، دي بدايه مصطفى شوبير. وايضا بيطمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله، حتى يعني في اسوأ ظروف هو متواجد وبقوه، لكن بطمن حضراتكم محمد الشناوي وعلي لطفي ان شاء الله يكونوا متواجدين، وايضا البرنامج العلاجي بيسير بخطى ثابته. النادي الاهلي في المشوار المحلي ما شاء الله في 24 مباراه النادي الاهلي بيحقق 62 نقطه، اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع. النادي الاهلي في مشوار الدوري متبقي ليه 10 مباريات. في ال10 مباريات المتبقيين النادي الاهلي لو قدر يفوز في 5 مباريات، ده في حالة لو المنافس بيراميدز فاز في كل مبارياته،
النادي الاهلي في 10 مباريات لو قدر يفوز في 5 مباريات وقتها بنقول للنادي الاهلي مبروك. ان شاء الله يكون النادي الاهلي بطل الدوري السنه دي ودرع الدوري يرجع لمكانه المفضل المحبب، النادي الاهلي في الجزيره. لكن احنا زي ما بقول لحضراتكم، النادي الاهلي الجهاز الفني اللاعبين كل منظومه النادي الاهلي خلاص بالامس بعد فوز الاهلي على السيراميكا كليوباترا اتقفل الملف المحلي، ودلوقتي ما بقاش عندنا غير الملف الافريقي. الملف الافريقي الملف المهم جدا، عندنا مباراه مهمه جدا يوم الاحد اللي جاي امام الوداد المغربي. الوداد المغربي من الفرق المحترمه، من الفرق الكبيره، من الفرق اللي بتعرف تاخد بطوله، من الفرق اللي عندها لعيبه كبيره، ايضا من الفرق اللي عندها خبرات كبيره متمرسه في افريقيا. الوداد بالظبط حالته زي الاهلي، كان في بدايه المشوار الافريقي كان بيمر ببعض الظروف، قدر بخبراته يكسب ويروح للمباراه النهائيه. والنادي الاهلي نفس الظروف، كان عنده بعض الصعوبات في دوري المجموعات، لكن بقى عندنا فرقه تانية من بدايه دور الثمانيه ودور قبل النهائي، وظهر شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء، فالحمد لله دلوقتي الاهلي متواجد في النهائي. يوم الحد اللي جاي هتكون مباراه من العيار الثقيل، مباراه مهمه نتمنى طبعا فيها تتويج النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا. نروح للصوره اكتر والمشهد اكتر، معانا على الهاتف دلوقتي الاستاذ حمزه شتاوي الصحفي في اسبريس المغربيه علشان نتعرف على الصوره اكتر. تحياتي ليك يا استاذ حمزه ومنورنا على قناه النادي الاهلي. اهلا بك اخي العزيز اسامه، اهلا كذلك بكل مشاهدي واوفياء قناه الاهلي، واكيد سعيد بالتواجد معكم دائما وابدا عبر قناه نادي القرن نادي الاهلي المصري. اهلا بك. شايف يا استاذ حمزه ازاي لقاء الاهلي مع الوداد في بطوله دوري ابطال افريقيا خاصه للسنه الثانيه على التوالي؟ اكيد احنا نتمنى الثانيه على التوالي تكون الثانيه على التوالي كذلك بالنسبه للوداد على حساب الاهلي المصري. تعلم على انه اخر بطوله افريقيه توج بها فريق الوداد الرياضي على حساب الاهلي، ولكن نعلم يقينا على انه الاهلي لديه تجربه كبيره ولديه اسماء مخضرمه ولديه كذلك جينات دوري ابطال افريقيا وجينات المواعيد الكبرى. الفريق القاهري يعتبر فريق مرشح فوق العاده للتتويج بها اللقب، عنده الاسماء وعنده الميكانيزمات الخاصه بهذه البطوله وبهذه المناسبات الكبيره، لكن نامل على انه نحقق نتيجه ايجابيه في لقاء الذهاب ونستغل عاملي الارض والجمهور، لانه جمهور الوداد قيمه مضافه وسيؤثر بشكل كبير دون ادنى شك على موعد الاياب هنا بكازابلانكا بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء. اذا اعتقد على انه نسبيا ظروف المباراه الذهاب والاياب بحكم انه الاياب في المغرب يخدم الى حد كبير مصلحه فريق الوداد الرياضي. كمغاربه نتمنى التتويج للاحمر، المصريين اكيد يتمنون التتويج للاهلي، وفي الاخير يعني حتى المباريات المغربيه المصريه دائما ما تطمعها الروح الرياضيه، روح الاخوه، روح المنافسه الشريفه، وتعطي صوره جميله وجميله جدا عن هذه المنافسه وعن الكره العربيه الافريقيه بشكل عام. كيف تناولت الصحف المغربيه يا استاذ حمزه هذا اللقاء؟ ايه ابرز العناوين اللي بتتقال دلوقتي او حاليا في الصحف المغربيه عن لقاء الاهلي مع الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ اكيد نتطرق يوميا لهذه المباراه، نتطرق يوميا ل يعني اخر استعدادات الاهلي ونهج يعني السيد ماستر كونر لسياسه اراحه بعض الاسماء. شفنا حتى في مباراه الامس لم تكن جميع الاسماء متواجده، فضل اراحه اسماء كذلك في المباراه الماضيه، يريد ان يعتمد على جميع اللاعبين ويكونوا اللاعبين جاهزين. نتمنى صادقين ان لا يكون الشناوي حاضر في مباراه الذهاب، لانه يعني حتى الان ما زالت شكوك حول امكانيه مشاركته، لانه انت تعرف انه الخصم دائما الشناوي اكيد كحارس كبير عنده قيمه كبيره، فدائما تتمنى فريق الخصم على انه ما يكونش متكامل، هذا حق مشروع في كره القدم، لكن نحترم الرجل، نحترم الاخوه في مصر، الاشقاء في مصر. مصر كبلد عشنا فيه يعني لحظات جميله، سواء شخصيا منذ ان تواجدت في ارض الفراعنه في 2019 في كاس افريقيا، تواجدت كذلك في مباريات عده هناك في مصر، فالجميل جدا هو انه نتناول هذا اللقاء من هذه الزاويه، لانه هذا امر مهم ومهم جدا. نتناول اللقاء كذلك من زاويه على انه مباراه بين فريقين لديهم خبره كبيره، انت يعني لعبت كره القدم في مستوى عالي وتعرف قيمه هذه المباريات،
بالامس سفين فاندر بروك مدرب الوداد الرياضي قال من الان سابدا يعني في دراسه فريق الاهلي، لانه كانت عنده مباراه في الدوري المحلي امام المغرب التطواني بالامس. اليوم يعني فريق الوداد سيفكر في هذه المباراه من اجل العوده بنتيجه ايجابيه. المباراه صدقني على انها متكافئه الى حد كبير، هي جزئيات بسيطه من ستحسم هذا اللقاء، لانه يعني لما تلاحظ تشكيله الاهلي لاعب لاعب وتشكيله الوداد لاعب لاعب وكذلك كمجموعه ومدربي الفريقين تشعر على ان هناك تكافؤ كبير في الفرص بين الاهلي وفريق الوداد. وحضرتك بتتكلم عن ان الفريق الاهلي والوداد فريقين كبار، ابرز نقاط القوه او اللاعبين المميزين سواء في الاهلي او الوداد مين يا استاذ حمزه؟ أكيد عندما تتحدث عن الأهلي سواء كارتيطا وحسين الشحات أو كذلك قيمة الشناوي عبد المنعم، كذلك في الدفاع من اللاعبين المميزين، معلول كذلك من اللاعبين المميزين، حتى عندما يتراجع مستواه يبقى لاعب بقيمة مضافة وبقيمة كبيرة. فريق الأهلي أعتقد على أنه فريق اليوم صار يعني دائما يؤكد على أنه فريق متكامل، والأهلي يعني عندنا احنا في المغرب أو كذلك في شمال إفريقيا الكل يرى على أنه نادي نموذج ونادي مهيكل على أعلى مستوى، الخلف دائما موجود، حتى يمكن لهذا النادي ان يعتبر نموذج للنادي الناجح سواء على المستوى الفني او على مستوى كذلك التعامل مع اللاعبين. اليوم نتحدث عن نادي يعني سيطر بالطول والعرض، حصد الاخضر واليابس في الدوري المصري الدوري المحلي، اقوى دفاع اقوى هجوم، حتى سياسه تدوير اللاعبين مشات يعني بشكل ذكي مع مارسيل كولر، فكل هذه الامور تحسب للاهلي. فريق الوداد وإن يعني اليوم زين فاندر بروك يعتبر رابع مدرب يشرف على الفريق هذا الموسم، ولكن هناك رئيس يعرف يعني كيف يدبر الامور، هناك لاعبين اللي يعتبرون من ركائز فريق الوداد الرياضي، فاعتقد انه قيمه الوداد كمجموعه وقيمه الاهلي كمجموعه ستكون هي الفارق. الاهلي والوداد اليوم لو تحدثنا عن الوداد او عن نادي الاهلي المصري لن تجد ذلك اللاعب الذي يعول عليه على انه النجم، النجم هو المجموعه وهذا سيعطي قيمه مضافه اكبر لهذه المباراه. المؤكد هو انه جماهير الاهلي لما ستكون حاضره هنا في المغرب ستجد كل الترحاب وكانها في بلدها الثاني، وواثقين على انه نفس الامر سيحصل في مباراه الذهاب، لانه ياما عشنا هذه الاجواء الجميله بين الشعبين سواء في مصر او في المغرب. حضرتك قلت لنا دلوقتي ابرز اللاعبين المميزين في النادي الاهلي من وجهه نظرك، عايزين نسمع برضو منك وجهه نظرك في اللاعبين المميزين في فريق الوداد المغربي. فأكيد على أن الوداد يعني كما قلت يعني فريق يلعب كمجموعة. اليوم لما جاء زين فاندر بروك تغيرت الأمور، من قبل يعني كان الاعتماد على أسماء مع غاريدو، من قبل المدرب اللي قبل يعني في البداية مع حسين عموتة كذلك مع المهدي النفطي اختلفت الأسماء، كل مدرب يرى يعني هناك أسماء اللي كانت حاضرة مع غاريدو بشكل رسمي اليوم هي في بنك الاحتياط، الأمور تختلف، سياسة النادي تختلف، ففريق الوداد كمجموعة يلعب يعني كمجموعة يؤكد على انه عنده اي لاعب يدخل قادر على انه يصنع الفارق، فبذلك من الصعب جدا واهم من يعتقد انه الوداد سنقول عندهم اللاعب الفلاني هو النجم او السوبر ستار وهو الذي سيقلب المباراه، وان كان في يوم المباراه ستكون يعني لصالح الفريق الودادي ان لم يكن في يوم لا، هذا الامر غير موجود بتاتا في فريق الوداد الرياضي. لست يعني اتفادى السؤال او اتفادى الكشف عن اوراق فريق الوداد، لا، بل يعني اصف الامور كما هي، فريق الوداد يلعب كمجموعه، ولو كان حاضر ذهنيا وتكتيكيا وتقنيا وبدنيا في مباراه الاياب وعاد بنتيجه جيده في لقاء الذهاب سيكون يعني الاقرب للتتويج، هذا ما نتمناه، وكذلك نعلم على انه كذلك في مصر الجميع يتمنى تتويج الاهلي المصري، وهذا حق مشروع يعني بين الشعبين في انتظار ان تنتصر الروح الرياضيه في الاخير في هذا اللقاء الكبير. وحضرتك متحفظ انك تقول اسماء لاعبي الوداد، يعني باكد لك ان خلاص الاهلي والوداد كتابين مكشوفين للجميع والناس كلها عارفه نقاط القوه هنا ونقاط القوه هنا، واكيد الفريقين فريقين كبار ودايما بيمتازوا بالجماهيريه وبالجماعيه. طمنا ان شاء الله المباراه خلاص يوم الاحد القادم، امتى ان شاء الله بعثه الوداد هتشرفنا هنا في بلدها الثاني مصر؟ اكيد سفر الوداد سيكون يعني قبل تقريبا 48 ساعه من موعد المباراه، من يعني بنسبه كبيره جدا ستكون هناك حصص تدريبيه مغلقه لانه المباراه عندها حساسيه، كل فريق من حقه ان يتحفظ على اوراقه، يتحفظ كذلك على طريقه لعبه، يتحفظ على النقاط القوه التي سيعتمد عليها، فبذلك فريق الوداد قد يصل قبل 48 ساعه من موعد المباراه الى اراضي مصر. اخيرا يا استاذ حمزه، يعني اسباب الطفره الكبيره اللي حصلت في الكره المغربيه خلال السنتين السابقتين، يعني قول لنا اسبابها سريعا برضه. أكيد الأسباب هو أنه هناك عمل، هناك عمل من الجامعة الملكية المغربية بقيادة فوزي الأقدع، هناك عمل كبير على مستوى البنى التحتية على مستوى المنتخبات،
الكره المغربيه تخطو بثبات على مستوى المنتخبات. الانديه تحتاج كذلك الى ان يعني تمشي في نفس السفينه، سفينه الاحتراف، وان يكون الاحتراف كذلك موجود. والسبب يعني المباشر هو انه هناك عمل من فوزي رقع من الجامعه، وهناك سياسه رتيبه بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، الذي يقصد يعني كل الاهتمام ويعطي يعني يساعد ويساند الرياضه المغربيه من زمان. رسالتك لجماهير الناديين الاهلي والوداد؟ أكيد يعلمون على أنه العلاقات المغربية المصرية أكبر من كل شيء، وأكبر من مباراة في كرة القدم، والأخوة بين الشعبين، وكذلك الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ينشر رسائل سليمة ورسائل التآخي بين الجمهورين. وجمهور الأهلي مرحب به هنا في المغرب وكأنه في بلد الثاني، ونفس الأمر بالنسبة لجمهور الوداد لأنه المباريات السابقة أكدت هذا الأمر. وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا أستاذ حمزة شتيوي الصحفي المغربي، كانت مداخلة مهمة في الأول وفي البداية بتبين قيمة العلاقات بين مصر والمغرب وأيضا الأهلي والوداد، وفي النهاية إن شاء الله بنتمناها بطولة حمراء للنادي الأهلي. وبالمناسبة تحضير كولر للمباراة يوم الأحد تم امبارح في المؤتمر الصحفي، كان في رسائل مهمة جدا من كولر للاعبي النادي الأهلي علشان المباراة القادمة مباراة الأحد. كان بعت رسائل مهمة جدا في المؤتمر الصحفي على إضاعة الفرص، على تركيز اللاعبين، على اللعيبة اللي بتمسك الكرة كتير في الملعب، فكانت رسائل مهمة جدا علشان من بدري بدري كولر مذاكر ومحضر إن شاء الله للمباراة القادمة. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في الأشباه. أهلا بحضراتكم من جديد. هروح بقى لإنجازات النادي الأهلي، ما شاء الله نمسك الخشب ودايما يعني نقول الأهلي في تقدم وفي بطولات. أي نجاح لازم يكون ليه عوامل، في بداية العوامل طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ودايما التوفيق بيروح للمجتهد، بيروح للي بيخطط، بيروح للي بيشتغل، بيروح للي عنده دايما هدف واحد، لا تتكلم لا تشتغل، ما ينفعش الاتنين يجتمعوا مع بعض. علشان كده مجلس إدارة النادي الأهلي بقول لحضراتكم السنة دي موسم استثنائي للنادي الأهلي، ممكن في تاريخ النادي الأهلي بكامله ما شاء الله كم البطولات، كم الإنجازات، كم الحاجات اللي بتتم السنة دي، ودايما سعيد بيها كل جماهير وعشاق النادي الأهلي. السنة دي ما شاء الله حتى في ألعاب الصالات بنشوف آخر بطولة، بطولة السلة، بطولة البال، بطولة أفريقيا اللي قدر يحققها النادي الأهلي بالشكل والمسمى الجديد. كانت بطولة بيتابعها مش جماهير النادي الأهلي بس، كل جماهير مصر. وزي ما احنا شايفين الصور قدام حضراتكم، مجلس إدارة النادي الأهلي وجوست بوش كمان وهو مع اللقب، ومجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ محمد سراج عضو مجلس إدارة اللي كان بيترأس البعثة، كل اللاعبين، صورة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وهو في استقبال الأبطال، وفعلا لازم يتقال عليهم أبطال. إن الإنجاز مش السنة دي بس، فريق السلة في النادي الأهلي الإنجازات من السنة اللي فاتت وهو بيحتكر كل البطولات. شايفين الصورة الحلوة، الصورة المنورة. وبالمناسبة الصورة دي ما بنشوفهاش في السلة بس، ده احنا بنشوفها في اليد، بنشوفها في الطايرة، بنشوفها كمان في سيدات النادي الأهلي سواء في السلة والطايرة في كل الألعاب. علشان كده لما بنشوف الإنجازات والبطولات لازم يكون عندك أول حاجة توفيق ربنا سبحانه وتعالى، تاني حاجة عندك مجلس إدارة ناس بتشتغل ليل مع نهار هدفها هو النادي الأهلي. إزاي النادي الأهلي يكون على منصات التتويج العالمية والمحلية؟ بنشوف ما شاء الله فريق السلة آخر بطولة كلنا كنا سعداء بيها، والشكل الحلو ده شفناه في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، شفناه في كرة القدم في السوبر المحلي مرتين وفي كاس مصر، بنشوفه في ألعاب الصالات. الإنجازات الكبيرة دي بنقول لمجلس إدارة النادي الأهلي عليها شكرا، شكرا، وليكوا كل الدعم وليكوا كل المساندة، إنكوا فعلا حاطين النادي الأهلي دايما رقم واحد. طب الإنجازات والحاجات الحلوة اللي احنا بنشوفها دي وكم البطولات بتتم في الألعاب بس ولا عندنا أهداف تانية؟ لا، عندنا أهداف تانية. برنامج عائلة الأهلي اللي جه بيه الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته من أول يوم، وقال إن شاء الله هيكون عندنا صرح رياضي كبير الأهلي في القاهرة الجديدة أو في التجمع الخامس، صرح رياضي كبير بينضم لعائلة النادي الأهلي. ما شاء الله النادي الأهلي، لما بنتكلم عن عائلة النادي الأهلي
اللي بتضم الملايين والملايين، اللي تجاوزت أكتر من 80 مليون سواء في مصر أو في أفريقيا أو في الوطن العربي. لما نشوف عائلة النادي الأهلي اللي من أعضاء النادي الأهلي اللي وصلت دلوقتي المليون، دي كلها أرقام تفتخر بيها. ولازم نشوف البنية التحتية، والشكل ده لازم يكون في النادي الأهلي. لما تشوف الصرح الرياضي الكبير ده ونقول إن النادي الأهلي جزء مهم جدا في الدولة المصرية أو في الوطن، لما تشوف النادي الأهلي في كلمة الكابتن محمود الخطيب وهو بيقول تكلفة الأرض والإنشاءات والبنية التحتية تجاوزت المليار والخمسمائة مليون، لما بتكون النهاردة بتاخد الأرض دي من الدولة المصرية وبتسدد ليها، لما النهاردة بتفتح قيمة العضوية والنهاردة بيكون مضاف إليها القيمة المضافة والقيمة المضافة بتروح للدولة المصرية. أيضا جزء تاني مهم، الفرع ده لما بيتم تشييده مين اللي بيشتغل فيه؟ أكيد عمال مصريين، مواطنين مصريين. النهاردة بتفتح أيضا فرص عمل جديدة. أنا ببين لحضراتكم حجم الاستثمار في النادي الأهلي، والنادي الأهلي ما أصبحش كرة القدم بس، لا، شوف الشركات اللي موجودة دلوقتي التابعة للنادي الأهلي. ده كله بياخدنا للصرح الرياضي الكبير اللي إن شاء الله بعد 48 ساعة هيتم افتتاحه، النادي الأهلي في التجمع الخامس أو في القاهرة الجديدة. صرح بيضاف للأهلي في الجزيرة، والأهلي في مدينة نصر، الأهلي في الشيخ زايد، والأهلي إن شاء الله بعد يومين هيكون في التجمع الخامس. شايفين البنية التحتية. أيضا الفرع ده بيساعد كمان الرياضة المصرية. بنشوف النادي الأهلي بقيمته وباسمه الكبير وهو بيطلع لنا أبطال، أبطال في كل الألعاب، سواء في السلة أو في اليد أو في الطايرة أو في الجمباز أو في تنس الطاولة أو في كرة القدم، في الأكاديميات، في كل الألعاب. علشان كده بقول لحضراتكم هو ده دور النادي الأهلي. بنشوف ما شاء الله مساحة 50 فدان بيتم عليها تشييد صرح كبير إن شاء الله بعد يومين. أيضا قناة النادي الأهلي هتكون موجودة معاكم في الحدث. خليكم معانا يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله، وهتشوفوا حاجات يعني تسعد كل جماهير النادي الأهلي. نروح للصورة أكتر. معانا دلوقتي على التليفون عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ طارق أنديل علشان نشوف الصورة أكتر. تحياتي ليك يا أستاذ طارق. تحياتي ليك يا كابتن وسام، ازيك ودايما متألق ودايما وش السعد علينا، واحنا مقربين كمان على ماتش الوداد، الأهلي الوداد نهائي دوري أبطال أفريقيا. ربنا يخليك، ده ربنا يتمها على خير مع النادي في كل الانجازات اللي عماله تحصل على المستوى الرياضي والانشائي. الحمد لله سنه من السنوات الجميله في تاريخ النادي الاهلي في انجازات على كل المستويات. الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا في افريقيا، وان شاء الله الحدث بتاع بعد بكره زي ما حضرتك تفضلت حدث كبير قوي في تاريخ النادي الاهلي، افتتاح فرع القاهره الجديده، فرع التجمع الخامس. انا بقول دايما ان في ظل الصعوبات الاقتصاديه اللي موجوده مش في مصر لوحدها، في العالم كله، انك تتمكن من افتتاح فرع جديد للنادي الاهلي بالامكانيات اللي موجوده فيه، بكل ما تم يعني حاجات كتيره قوي تمت مترجمه في المنظر اللي حضرتك بتعرضه والناس اللي بي وانت معانا على التليفون دلوقتي يا استاذ طارق، احنا بنعرض صور من التجمع الخامس. ما شاء الله حاجه، صرح رياضي عظيم ما شاء الله. الفرع على مساحه 50 فدان، البنيه التحتيه كلها بالكامل اتعملت، 80% من الانشاءات جوه النادي تم تنفيذها، ودي حاجه صعبه جدا. يعني احنا نادرا ما يحدث النادي بيفتتح ويكون 80% من كم الانشاءات جواه تمت. يعني مبنى اجتماعي على مسطح حوالي 1200 متر على دورين، مفروش باحدث انواع الفرش المستورد، قاعه طعام على اعلى مستوى، مصاعد داخليه جوه المبنى لكبار السن، في عند حاجه كمان مبنى اداري ده فيه كل ادارات النادي المختلفه والاشتراكات، مبنى اكاديميه الكوره، كل ما يخص الاكاديميه، غرف خلع ملابس وخلافه، كل اللوازم الحاجات دي، غرف خلع ملابس للفرق الرياضيه والاعضاء، كل ده تم. عندك حضرتك مسجد يسع لحوالي 300 مصلي وحوالي 500 بره، مكيف، منطقه العاب اطفال،
اول مره في تاريخ النادي الاهلي يبقى فرع من فروعه في منطقه العاب مائيه. منافس خدمات الاعضاء بكل يعني تغذيه متنوعه والاماكن اللي موجوده سواء حاجات المشروبات وكده لخدمه الاعضاء. حيث لو تفقدت الفرع منظر جميل من المساحات الكبيره من البحيرات الصناعيه والشلالات. المرحله الاولى يا استاذ طارق تجاوزت ال 80% او 90%. كل ده اللي بكلمك فيها يا كابتن اسامه ده خلاص ده موجود، يعني دخلت الفرع بتلاقي كل الحاجات دي جاهزه. ملاعب رياضيه، 2 ملعب كره قدم رئيسي، نجيل صناعي يعني على اعلى مستوى، ملاعب خماسي 4 تقريبا، ملعب سله، يد طايره، تنس، حق ارض النادي. واحنا هناك لو حضرتك تبص على السور نفسه متصور بالكامل، اماكن انتظار السيارات كويس، يعني تسع حوالي 950 سياره ما شاء الله، حاجه ما شاء الله. لا والتصميمات كمان يا استاذ طارق على الديزاين الجديد لجهات الاهلي على المباني الاجتماعيه، يعني حاجه على الطراز ما شاء الله العالمي على يعني مستوى. والكلام ده خد طبعا يعني قياده الكابتن محمود الخطيب، يعني كابتن محمود الخطيب في حاجات كتيره جدا في خلال الفترات اللي فاتت بدون ان يشعر احد انتهت. حاجات بتبقى متعلقه دايما بانشاءات حاجات كتيره جدا يعني للفرع المتواجد، وقريب هنطرح برضو المفروض مجلس الاداره واقف على طرح مبنى للبنوك برضو تكتمل الخدمات لاعضاء النادي الاهلي. طيب احياك رئيس لجنه العضويه يا استاذ طارق، ما شاء الله اقبال كبير جدا على الانضمام لعائله النادي الاهلي فرع التجمع بقى، فيها اقبال كبير جدا ما شاء الله. هنعرض الصور دلوقتي لجنه العضويه وحضرتك رئيسها، يعني ما شاء الله في اقبال كبير جدا. برضو كلمنا عن حجم الاشتراكات خلال الفتره السابقه ومتوقع كمان الفتره القادمه ان شاء الله. هكمل حاجه دي، هتكلم على العضويه بس عايز اشيل نقطه مهمه جدا. اتفضل. صعب قوي انك تعمل تطور في نادي او في اي منشاه وفي نفس الوقت تحافظ على هويه المؤسسه دي. يعني الحمد لله يعني كابتن محمود الخطيب ادار بحرفيه تامه طول الفتره اللي فاتت الحاجتين دول. انك تطور اللي هي زي ما كان بيقول في كلمته على اللي كان بيشيلها لافتتاح التجمع، على حته ان احنا كمجلس اداره التزمنا بتاريخ مبادئ التطوير اللي ما كانش عباره عن شعار كده في الهواء. انك ازاي تطور جامد جدا في النادي الاهلي وازاي تحافظ على هويه النادي الاهلي، وده الحمد لله اللي محتفظ بيه النادي الاهلي كمؤسسه عريقه عنوان من عناوين مصر. اطرح حضرتك العضويات، العضويات طبعا اقبال غير طبيعي. احنا دلوقتي بنعرض الصور دلوقتي وحضرتك عملت لجنه عضويه في فرع التجمع، وبنعرض الصور وكل اعضاء النادي الاهلي عايزين ينضموا بقى لعائله النادي الاهلي. حضرتك الصوره اللي حضرتك بتعرضها لجنه العضويه اللي هي كانت خلال الاسبوع اللي فات تقريبا. أيوة. كل يوم دلوقتي في لجنه عضويه ما شاء الله. اقبال جامد جدا بطريقه لسببين، اولا النادي الاهلي برمزيته بجماله الحاجه الثانيه الفرع مبهج ومساحه بكل اللي وضحته لحضرتك. حاجه كمان السعر زهيد جدا مقارنة بكل الخدمات المتاحة، ومقارنة كمان ان اللي بيشترك بيبقى قدامه 4 سنين كمان من يوم اشتراكه ان يعمل ابجريدنج، يعلف عضويته ويخليها عضوية العضوية العاملة للنادي كل فروعه بنفس سعر العضوية العاملة اللي هي حاليا وقت اشتراكه يعني. والمبلغ الحمد لله يعني هو 285,000. وعاملين تسهيلات كمان في التقسيط لاعضاء النادي. وطبعا يعني كان ضروري لان بكمل اللي صرف على النادي وكمل متابعه والكلام ده محتاجين موارد على طول. طبيعي. فالاسعار طبعا سعر الفرع طبعا قريب هيختلف يعني هيقل عن كده. هو ده برضو من الحاجات يعني كتير من راغبي العضويه فاطنين للقصه دي، فعشان كده الاقبال اللي دول بطريقه متزايده جدا. يعني عايز اقول حاجه، انا قبل ما حضرتك تكلمني مدير الفرع الاستاذ احمد نحاس اللي بيتم الاشتراكات كان معايا على التليفون، ما زال الناس عمالين يترددوا للطلب ما شاء الله عضويات وطلب ما شاء الله. اشير برضه للمجهود غير الطبيعي اللي بيبذل من الاداره التنفيذيه للامانه بقياده الدكتور سعد شلبي لمتابعه كل الحاجات دي وتنفيذها، يعني اداره الاشتراكات مدام عزه حلمي، الاستاذ محمد رمضان،
استاذه رندا مدير اشتراكات الشيخ زايد، استاذ تامر التجمع، مجهود غير طبيعي. لو حضرتك شفت كل يوم خليه نحل بيشتغلوا في النادي بقياده الدكتور سعد شلبي اللي بيشتغل للامانه في كل النواحي، مع التحضير للنادي، مع للفرع الجديد، متابعه المباراه القادمه والحضور الجماهيري، كل حاجه. فالحمد لله ان هو ده النادي الاهلي، التداخل بين كل ما يخص ادارته، ادارته التنفيذيه ومجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، اللي طبعا رمزيته بتطفي يعني نفع النادي في كل حاجه. حفل الافتتاح هيطارئ بعد يومين، قول لنا بقى يعني نبذه سريعه برضو كده اخر الاستعدادات للاحتفال بقى. طبعا يعني الحمد لله تم التحضير لحفل افتتاح يليق بالنادي الاهلي وبالفرع اللي هيتم افتتاحه، ان شاء الله هتكون يوم الخميس. طبعا كعاده النادي الاهلي نظام مؤسسي كل حاجه، على طول بدا التحضير من فتره لاعداد احتفاليه تليق بالنادي الاهلي وتليق بالافتتاح اللي هيحصل، وده هيكون يوم الخميس ان شاء الله يعني. طيب اخيرا يا استاذ طارق، يعني بنبارك لك طبعا وبنبارك لكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، ما شاء الله موسم استثنائي في كل حاجه، في كره القدم كم البطولات، في العاب الصالات، لا ده كمان رحنا لحاجات تانية، انشاءات وفروع جديده، يعني زي ما بيقولوا نمسك الخشب، وما شاء الله يعني مجلس اداره بروح الفانيلا الحمراء. ربنا يديمها نعمه يا رب. كل المجلس متعاون وكل الناس بتشتغل في كل النواحي، زي ما بقول لحضرتك واداره تنفيذيه شغاله، ف اعضاء وجمهور يستحقوا دايما. كابتن محمود الخطيب محسسنا في المجلس كده ان مهما عملنا جمهور النادي الاهلي واعضائه يستحقوا الاكثر والاكثر والاكثر يعني. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ طارق، وان شاء الله يكون افتتاح يوم الخميس يليق باسم النادي الاهلي وبفرع النادي الاهلي الجديد، وتكمل كمان ان شاء الله الموسم على خير بدوري ابطال افريقيا باذن الله. استاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، مسؤول عن يعني لجنه العضويه، بنشكرك شكرا جزيلا. نروح بقى للنادي الاهلي وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، كان في اجتماع مهم جدا الكابتن محمود الخطيب مع التشكيل الجديد بقى لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين كان حاضر الاجتماع كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، زي ما احنا شايفين في الصور قدام حضراتكم، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الكابتن خالد بيبو، والنائب الكابتن وليد سليمان، وايضا المدير الفني الكابتن بدر رجب، بنقول له الف مبروك وحمد لله على السلامه ومنتظرين منك الكثير والكثير. ايضا كمان واحد من هنقول يعني بقى اللي انا عاصرتهم كتير برضو كابتن احمد ناجي، سواء في قطاع الناشئين او الدرجه الاولى، واضافه كبيره جدا ما شاء الله لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي وحراس المرمى، وما شاء الله عنده خبرات كبيره جدا. ايضا في وجود لجنه التخطيط كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف، وهو ده النادي الاهلي ما شاء الله. الموسم او المواسم السابقه فيها نجاحات بتطلع لعيبه، ودايما النادي الاهلي بيبحث عن النجاح، علشان كده هو ده عظمه النادي الاهلي. إضافة الكابتن بدر رجب وكابتن أحمد ناجي أكيد إضافة كبيرة ومهمة جدا، خبرات كبيرة، ونشوف بقى الفترة اللي جاية عندهم تحدي جديد، تحدي كبير إن احنا نشوف لعيبة وحراس أيضا للدرجة الأولى. نروح بقى للكابتن أحمد ناجي. كابتن أحمد ناجي حبيبي يا أسامة، مساء الفل، إزيك يا حبيبي وحشني جدا. نقول مبروك رسمي خلاص؟ آه الحمد لله الحمد لله. طب قول لي بقى شعورك، ما شاء الله النادي الاهلي ابتديت فيه بدايه حياتك، كان عندك فترات ناجحه كبيره في محطات كبيره، رجعت وعوده مره ثانيه لبيتك النادي الاهلي. يعني انا مش عايز اقول لك ان بعتبرها يعني اهم محطه في حياتي دلوقتي، لانه تحدي كبير، والكابتن طبعا حملني مسؤوليه كبيره، واتكلمت معاه في كل حاجه، و طبعا بشتغل مع يعني ولادي واخواتي الصغيرين، كابتن خالد بيبو وكابتن بدر ووليد كابتن وليد سليمان وكل القطاع. يعني هو القطاع طبعا انت عارف مش غريب، انت كنت واحد من ولادنا في القطاع. فانا اشتغلت 10 سنين في القطاع، لكن طبعا فتره طويله بره الشغل القطاع، لكن انا عندي يعني امل كبير جدا ان احنا طبعا الناس اللي اشتغلوا قبلنا عملوا حاجات حلوه جدا، بدليل كم الحراس الموجود في الدرجه الاولى من القطاع، وطبعا بنثمن شغلهم جدا 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 وهنكمل عليه، يمكن بسكيل اوسع شويه ان شاء الله يكون الفتره اللي جايه فيها
تركيز، كل واحد هيبقى شغال في حدود تخصصه يعني. وطبعا النادي الاهلي دايما سباق ان هو يبقى يعني نمره واحد في كل حاجه. طبعا كابتن بدر معروف ان هو يعني في الحته دي يعني شاطر جدا 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 جدا، كان في مصر قبل ما يمشي، وفي الخليج كل لعيبه المنتخبات بتاعت الخليج متكونه معاه، كابتن وليد وكابتن خالد النهايه. بصراحه انا بقالي 3 4 ايام بروح النادي، حاجه تفرح يعني. الفاسيلتي اللي موجوده ما تقلش عن اي نادي في اوروبا يعني، غرف الاجتماعات وغرف الملابس والاكويبمنت بتاعت النادي كلها، وحاجه يعني بصراحه فوجئت بالحاجات اللي موجوده والكواليتي اللي موجوده، والجيم اللي معمول مخصوص لقطاع الناشئين، الملاعب يعني حاجه ان شاء الله بقى عندنا شغف وامل كبير ان احنا نحقق حاجه كويسه ان شاء الله. واحنا واثقين فيك يا كابتن ناجي ان شاء الله، يعني في المهمه القادمه دي هتنجح فيها ان شاء الله بنسبه 1000000%. ان شاء الله دعواتك يا استاذ. ان شاء الله. احنا عارضين دلوقتي الصوره الكابتن محمود الخطيب مع تشكيل قطاع الناشئين الجديد، اكتر الحاجات اللي ركز عليها الكابتن محمود الخطيب في الاجتماع يا كابتن ناجي؟ انت عايز ترفدني من اول يوم؟ لا ما تقلقش، احنا انا عارف دايما الحاجات اللي في الغرف المغلقه في الغرف المغلقه، بس طبعا يعني ابرز النقط اللي الكابتن محمود الخطيب المتاحه لطالبها يعني منكم خلال الفتره القادمه. هو طبعا طلب مننا ان احنا يعني الكيان ده كلنا طبعا بنعشقه، كلنا يعني كل واحد هيقدم الماكسيمم بتاعه لخدمه الكيان. وطبعا اتكلمنا في يعني تخصصات كل حد وحدود كل حد في الجهاز. وطبعا يعني هو تعرفه يعني من النوع اللي عنده التحدي وعنده يعني انه النادي الاهلي ده بيبقى في احسن مكانه وفي احسن حال، وان الناس اللي بتشتغل تكون على قدر كبير من المسؤوليه، وحب النادي ده شرط كبير جدا عند كل الناس اللي بتشتغل. وطبعا احنا وعدناه ان احنا شكرناه طبعا على يعني اختياراتنا، ووعدناه ان احنا كل واحد فينا يعني هيبذل اقصى جهد. وطبعا كان موجود الكابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف وكابتن حسام غالي في لجنه التخطيط، يعني عشان تبقى الحاجات انت عارف النادي الاهلي عنده يعني نظام ماشيين عليه بقى حتى من واحنا بنلعب من احنا صغيرين، ان كل الناس تبقى عارفه مهامها وعارفه هي هتتخلق على ايه. واحنا كمان بنقول ان تطوراتنا للفتره اللي جايه وبعدين كلام بقى تاني غير الكلام ده يعني. بداتوا العمل للموسم الجديد يا كابتن ناجي ولا لسه تبداوا خلال الفتره اللي جايه؟ لا بدانا احنا كجهاز، بدانا كجهاز يعني مسؤول عن القطاع، بدانا بقى لنا 3 ايام من ساعه ما سيبنا الكابتن كويس ورحنا على اجتماع على طول. احنا الكابتن خالد بيبو والكابتن بدر والكابتن وليد على طول شغالين، وبقى لنا 3 ايام يعني بنروح النادي الصبح ونمشي بالليل. كويس. سريعا يا كابتن ناجي، وهيكون لنا حلقه بقى مفصله كده نتكلم فيها براحتنا، عايز اعرف خطتك برضو للموسم الجديد ايه؟ هو يعني احنا اولا نحسن الكواليتي بتاع الحراس كويس، نختار نوعيه جيده من المدربين تقدر تنفذ كتيم ورك يعني تقدر تنفذ خطه العمل. ده مهم جدا، ونعمل سيرش كويس قوي حوالين كل المحافظات عشان اذا كان في مثلا حارس او حارسين في كل عمر الاعمار السنيه نخليهم 3 نخليهم 4 عشان نخلق تنافس كويس، ونخلق طبعا يعني عناصر جيده في حراسه المرمى. وده طبعا انا يعني ان شاء الله باذن الله ده يحصل. وبعد كده بقى في حاجات تانية بس دي سبع الاوانها ان شاء الله في السنين الجايه لو ربنا كتب لنا عمر ان شاء الله. ان شاء الله. ما ينفعش تكون موجود معانا وما سالكش عن محمد الشناوي وعلي لطفي، وامبارح بالامس مصطفى شوبير موجود في حراسه مرمى النادي الاهلي ويؤدي ايضا مباراه رائعه، ودول يعني ولادك في الاول. طبعا لا يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله مباراه كبيره محتاجه يعني اي حد هيكون موجود يعني بين الثلاث خشبات ندعمه ونسنده. ربنا يسهل ان شاء الله يقدر يرجع محمد الشناوي ولطفي. لكن كمان مصطفى طمنا جدا يعني، الناس كانت بتبقى فاكراني ببالغ وانا بتكلم عن مصطفى، لكن واحد من ابنائك اللي مرنتهم وهو صغير وتابعته كتير مصطفى شناوي. طبعا طبعا طبعا. فالناس يعني دلوقتي صدقت انه مصطفى ده موهبه كبيره
ومفيش قلق على حراسة مرمى النادي الأهلي. يعني أنت قلت حمزة، وأنا بقول لك كمان مصطفى مخلوف وغيرهم في قطاع الناشئين، إن شاء الله بإذن الله الناس تبقى تطمن على حراسة مرمى النادي الأهلي. كان في نغمة النادي الأهلي عايز حارس عايز حارس، دلوقتي النغمة دي توقفت تماما. وبرضه من خلالك عايز يعني أقدم الشكر لميشيل يانا كون اللي هو الراجل شغال معاهم بقاله 3 4 سنين وعامل حاجة حلوة جدا، وان شاء الله احنا كمان هنحاول ندعمهم من القطاع بحراس ان شاء الله كويسين في خلال يعني موسم او موسمين، ان شاء الله يبان العمل وتبان يعني نتيجه الجهد للنادي بيحرص ان هو يعني يجيب كفاءات في القطاع. عشان وانا دايما بقول ان المدربين في القطاع عندهم اهميه كبيره، وخصوصا قطاع البراعم والناشئين والشباب. ان شاء الله باذن الله يعني نحاول ان شاء الله نقدم احسن حاجه باذن الله. ان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق يا كابتن ناجي، وبنشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد ناجي. عايز ارجع بس يا شباب لصوره قبل ما اروح للفقره اللي بعد كده، صوره الاجتماع كابتن محمود الخطيب مع التشكيل الجديد لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز اقف عند الصوره دي وعايز اشوف بقى المعاني بتاعت النادي الاهلي، الاحترام، القيم، المبادئ، الحاجات اللي احنا دايما بنتغنى بيها وفخورين بيها كنادي اهلي. شايفين في الاجتماع دلوقتي زي ما انتم حضراتكم شايفين القاعه اللي موجوده دي في مدينه نصر، قاعه الكابتن حسن حمدي في مدينه نصر، النادي الاهلي مدينه نصر. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي قاعد وراه صوره الكابتن حسن حمدي الرئيس السابق للنادي الاهلي او الاسبق للنادي الاهلي. هي دي معاني وقيم ومبادئ النادي الاهلي اللي دايما الناس بتتساءل عنها. صور ما تشوفهاش غير في النادي الاهلي. الاجتماع اللي كان من يومين، الكابتن محمود الخطيب مع التشكيل الجديد في قاعه الكابتن حسن حمدي، وموجود في القاعه صوره الكابتن حسن حمدي. ايضا كمان في البرومو اللي حضراتكم بتشوفوه افتتاح فرع التجمع، بنشوف في البرومو في لقطه بتيجي على كل رؤساء النادي الاهلي. هي دي المعاني. بنشوف في حتة تانية الرئيس الأوحد، الرئيس اللي بيظهر بس، لا، في النادي الأهلي هي دي القيم اللي دايما بنعلمها للأجيال اللي بعد كده. علشان كده هي دي سر قوة النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي. عشان كده كنت عايز أقف عند الصورة الحلوة دي، صورة الكابتن حسن حمدي وهو في ظهر الكابتن محمود الخطيب في الاجتماع في قاعة الكابتن حسن حمدي في نادي الأهلي في مدينة نصر. وخلي بالكم أجيال كمان قاعدة، كابتن خالد، كابتن بداية كابتن محسن، كابتن زكريا، كابتن حسام غالي، كابتن وليد سليمان، يعني كابتن خالد بيبو، كابتن بدر، كابتن أحمد ناجي، أجيال كمان مختلفة. هي دي عظمة النادي الأهلي وهي دي قوة النادي الأهلي، والحاجات الحلوة دي ما تلاقوهاش غير في النادي الأهلي. نروح بقى للفقرة اللي بعد كده. دايما فقرة كل يعني حريصين عليها إن احنا نقدمها لحضراتكم في برنامج الأشبال. دايما بنسلط الضوء على المواهب الموجوده سواء في مصر او خارج مصر في قطاعات الناشئين الاخرى، وكنا يعني غير مقتصرين على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. لما يكون موجود موهبه في اي فرع او اي قطاع ناشئين اخر كنا بنسلط الضوء على الموهبه دي ونقول ان اللاعب ده هيكون ان شاء الله ليه شان في يوم من الايام وهيفيد الكره المصريه. ايضا فتحنا موضوع قبل كده على الجنسيات المزدوجه واللعيبه المحترفه خارج مصر اللي بيحمل اكثر من جنسيه، وبنتابع كل اللعيبه في كل الدوريات. عندنا في موهبه بارزه ظهرت، هي مش ظهرت ومفاجاه لينا، لا، احنا كنا مسلطين الضوء عليها من زمان، وهو كان بيلعب في الجونه. مباريات الاهلي مع الجونه كنا بنذاعها وكنا بناخد ملخصاتها وكنا بنذاع التقرير هنا، وكنا بنقول اللعيب ده ان شاء الله هيكون ليه يعني يوم من الايام هيتالق وهيوصل. اللاعب ده اسمه بدر اسلام الشاطر، هو نجل كابتن اسلام الشاطر. وبالمناسبه كنا بنتكلم عليه من زمان وهو بيلعب في الجونه، لعيب موهوب، مواصفاته البدنيه والجسمانيه ما شاء الله تؤهله، لعيب بيلعب في كذا مركز، بيلعب ممكن مهاجم، بيلعب وينج، فبيحل كذا مركز. ما شاء الله الفتره السابقه بدأ ياخد خطوات أخرى غير الدوري المحلي ودوري الناشئين، وبدأ يروح بره للدوري الأسباني نادي بوبلي سيك. دي آخر محطات بدر إسلام الشاطر اللي بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق، وهو موجود دلوقتي معانا على سكايب.
تحياتي ليك يا بدر ومنورنا على قناه الاهلي. كابتن اخبارك ايه؟ من نورك كابتن، الحمد لله كله تمام. طبعا شرف ليا ان انا اكون مع حضرتك النهارده. انا بنطق الاسم صح دلوقتي؟ بوبليسيك صح الاسباني؟ ايوه صح طبعا. قول لي بقى يا بدر، تجربتك ازاي وصلت للدوري الاسباني والمحطه دي، ووصلت للدوري ده ازاي او للنادي ده ازاي؟ انا في الاول خالص كنا متكلمين مع النادي ده، يعني مع الوكيل بتاعي مع مصطفى، كان قايل لي في نادي بيلعب بنفس الطريقه، محتاج مهاجم كويس يلعب اللي هو المهاجم الكلاسيكي اللي انت اللي هو بيبقى في الاغلب مهمته كلها جوه البوكس. رحت مثلا هناك على شهر 9 كده ولا حاجه، رحت تأقلمت مع الفريق على طول. يعني يعني في الاول طبعا كانت صعبه ومش سهله، كان انت ولا عندك لغه ولا وبعيد عن اهلك في غربه وكل حاجه، بس بعد كده مع الوقت بتتعود. يعني اتأقلمت دلوقتي؟ واسباني وفرنساوي وكتالاني وكل حاجه. كويس. قول لي يا بدر، المختلف ايه؟ يعني التمرينات، المباريات، الاستعداد للمباريات، المختلف عما كنت انت كنت هنا طبعا في الجونه صح؟ كنت في الجونه قبل ما اطلع اسبانيا. المختلف بقى اللي شفته جديد هناك وبدات دلوقتي تتاقلم عليه. يعني هو انا شايف يعني ما بين الاختلاف في الدوري هنا في الناشئين واللي في مصر، اولا كده كده ان هنا الناشئين ملوش دعوه بالفريق الاول خالص. يعني هو الناشئين بيبقى هنا في مصر اقصد، لو الفريق الاول هبط الناشئين بيهبط معاه. هنا الفريق الاول ملوش دعوه بالناشئين، دول بيبقى ليهم دوري لوحده، الفريق الاول ليهم دوري لوحده. كويس. وهنا اللعيب تحسه متاسس صح من الاول خالص. اختلاف الكواليتي في التاسيس من الاول خالص، هو من الاول عارف ازاي الاساس بتاع الكوره هيبدا يعمل ايه، والباصات ومش عارف ايه والتحركات والتكتكس وكل حاجه بيبقى عارفها من وهو اصغر سن يقدر عليه، وبيبقى ليهم دوريات لوحدهم وكل حاجه. وطبعا هنا بيهتموا جدا بالاكل والنوم والجيم والتمارين البرايفت اكتر من التمارين اللي بتبقى في الملعب. يعني لغه احتراف كامله، يعني عايش للكوره هناك. بالظبط، يعني انا كل يومي معتبر عن الكوره، اصحى ليا اكل معين، ليا تمارين معينه لازم اعملها في اليوم، تمارين مع الفرقه، تمارين لوحدي برايفت كده يعني. كان عندك مباراه من كام يوم مع برشلونه صح؟ صح، في ربع نهائي كوبا كاتالونيا. كويس، احرزت في المباراه دي هدف ولا؟ لا، الماتش خلص 0-0 وكسبنا ضربات جزاء. كسبنا 4-2 ضربات جزاء. انا دي ايوه هي دي اول شوطه. ايوه، اول ضربه جزاء اتشاط، والحمد لله يعني ربنا وفقنا وعدينا. كويس. طب ما شاء الله ماشي برضو بشكل كويس هناك يا بدر. عايزك تكلمني اكتر، ما شاء الله دلوقتي انت من اللعيبه الاساسيه، مركزك راس حربه، كمان بتسجل اهداف ما شاء الله صعبه، واحد من هدافين الفرقه دلوقتي او هدافين الدوري كمان. يعني انا السنه دي اول سنه طبعا ليا مع الفرقه، اخذنا دوري واخدت هداف، وان شاء الله يعني هدفنا ان احنا ناخد الكاس اللي جاي بتاع اللي هو كاتالونيا. وما كانتش يعني بالنسبه لي ما كانتش صعبه خالص، ما كانتش سهله خالص ان انا اعمل كل ده. ان انت تتاقلم مع فرقه ولا بتتكلم مع حد معاهم ولا عارف ولا فاهم حاجه، وان انت لغه الكوره حاجه تانية خالص هنا غير التعامل اليومي. محتاج تعرف بالظبط، ان انت كل يوم تروح تمارين ما تتكلمش مع اي حد، يا دوبك بتحاول كده تلقط لك كام كلمه مع اي حد ان انت تبقى فاهمه، حبه مش عارف فرنساوي على انجليزي كده يعني. بس دلوقتي خلاص كل الحاجات او الامور الصعبه اللي واجهتك في الاول دلوقتي خلاص تاقلمت عليها، او من ناحيه التدريبات او المعيشه او اللغه خلاص يا بدر؟ طبعا. يعني انا مثلا بقالي هنا من شهر 9، يعني داخل في 7 8 شهور دلوقتي ما شاء الله. يعني تاقلمت على كل حاجه، وبروح الفرقه بتكلم مع الناس عادي، وهم حتى بيلاحظوا يعني مع اهالي اللعيبه اللي في الفرقه. في الاول خالص انا فاكر ما كنتش بتكلم مع اي حد خالص، دلوقتي يعني بدي واخد في الكلام مع اي حد.
على طول اللي رايح ويتكلم، والحمد لله يعني الحمد لله بقى ليا شعبية كبيرة جدا في الفريق. كويس ما شاء الله. الناس كلها بقت عارفاني وكل حاجة، فالحمد لله يعني. واحنا دلوقتي انت معانا على الهواء بنعرض لك ماتيريال ما شاء الله حلو قوي، اهداف و... اه طبعا اه دي يعني ده دي ضربة الجزاء بتاعت برشلونة. ده المباراة احنا كان عندنا الماتش ده، الماتش ده كان الجماهير بتوعنا مكسرين الدنيا. يعني احنا عندنا الماتش الجاي عندنا ضد النص النهائي ضد اسبانيول، منعوا الجماهير عندنا في الملعب، منعوا الجماهير بسبب اللي حصل في ماتش برشلونة. يعني كان اتفضل. اتفضل اتفضل. عايز اخدك لبداياتك يا بدر، بداياتك ابتديت اتفضل. فين كرة القدم ومين اللي شجعك في الأول وإمتى ظهرت الموهبة عندك برضه؟ انا من الاول خالص يعني بحب الكوره عشان بابا طبعا ربنا يخليه ليا وما يحرمني منه ابدا. حاطط في دماغي الكوره من وانا عيل صغير. يعني رحنا في الاول، اول نادي رحنا كان انبي، رحت في انبي كنت بلعب مدافع. بعد كده قعدت مثلا حوالي سنه سنتين في انبي وكنتش بلعب خالص الصراحه، يعني اللي هو كنت قاعد بره مدافع، ما لقيتش، مش فاكر ان انا لعبت ماتشات خالص. بعد كده رحت على الجونه قلبت من مدافع لمهاجم. وبقى فترتي طلعت في الجونه، يعني مين اللي غير فترتي مع لك الجونه المركز؟ مين اللي غير لك مركزك من مدافع لمهاجم؟ وما شاء الله انت كمان بتمتاز بالنواحي الجسمانيه والبدنيه، ووالدك يعني هو اللي قال لك بلاش مدافع، احنا زهقنا بقى من المدافعين، وانا لعبت ياما حياتي، خليك قدام المهاجمين بياخدوا فلوس اكتر. بياخدوا فلوس اكتر. لا لا هو بابا طبعا كان ليه دور كبير جدا في تغيير المركز ده. يعني قال لي انت جسمك ينفع مهاجم، مفيش مهاجمين بيبقوا طوال وبتعرف تلعب بدماغك كويس كويس. وجسمك كويس وكل حاجة. بس كان في مدرب اسمه كابتن محمود صلاح. كابتن محمود صلاح ده هو اللي غيرني من مدافع لمهاجم مع فترة تدريب معاه كانت طويلة جدا يعني. والصراحة كان الفترة اللي غيرت حياتي كلها الفترة التدريب معاه دي. كنت قال لي يا ابني انت تنفع مهاجم، وانا واثق فيك ان انت تبقى مهاجم مصري الاول ان شاء الله في اللي جاي. ان شاء الله. وبس لعبنا، دخلنا لعبنا بقى في البطولات وبتاع، والحمد لله ربنا وفقني كمهاجم. ان شاء الله. انت مواليد 2003 يا بدر؟ لا 2004. 2004 ما شاء الله اصغر كمان. كان في كنت اتمنى تنضم لجيل منتخب 2003 بتاع كابتن محمود جابر، لكن ان شاء الله يعني طبعا تنضم لمنتخب مصر الاول بقى قريبا. امالك يا رب وطموحاتك ان شاء الله. اللي تتمناها ان شاء الله من رحلة الاحتراف الحالية دلوقتي في اسبانيا؟ ان انا العب في لا ليجا طبعا، ان انا العب مع فريق كبير في لا ليجا، ان بينافس في اوروبا، ان انا اكمل في اوروبا طبعا ان شاء الله. يعني انا هدفي العب على طول مع لا ليجا ان شاء الله توصل لكل ان شاء الله. امالك وكل طموحاتك يا بدر. والحلقه الجايه بقى انا استضيفك وانت بتلعب في اكبر الانديه في اسبانيا، وكمان نبارك لك وانت ان شاء الله منضم لمنتخب مصر الاول كمان. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، شكرا. نشكرك يا بدر شكرا جزيلا، ونتمنى لك كل التوفيق. بدر اسلام الشاطر، واحد من المواهب اللي احنا اتكلمنا عليهم من زمان في برنامج الأشبال، ودلوقتي ما شاء الله في رحلة احترافية إن شاء الله بنتمنى له فيها النجاح ويكون إضافة للكرة المصرية. نروح لفاصل، وبعد الفاصل كابتن عبد المنعم شطة مدير أكاديميات النادي الأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد، معايا ومع حضراتكم الكابتن عبد المنعم شطة مدير أكاديميات النادي الأهلي. منورنا يا كابتن شطة. أهلا بيك يا أسامة، برنامج جميل والله. إن شاء الله كده نستمر باذن الله، والاكاديميات تاخد دور معاكم ان شاء الله، يبقى في حياه، لان عدد الاكاديميات بيزيد، فلازم يكون عندنا ماتيريال تقدر تخلي البرنامج بتاع الاشبال ده يعني برنامج حقيقه من افضل البرامج الواحد يعني يتمنى انها تبقى موجوده في القنوات الموجوده عموما، عشان بيشجع اللاعبين الصغيرين ويشجع الناس على انها تحاول كل اللعيبه وكل الحقيقه الموجودين يعرفوا ويشوفوا بقى النادي الاهلي بيقيم هذا العمل الكبير ازاي. اخبار الاكاديميات يا كابتن؟ طيب الاكاديميات دلوقتي احنا طبعا بقى لنا 3 سنين كنا شغالين بشكل تقريبا يعني مكثف في اننا نحاول نغطي جميع المحافظات، والان هي عندنا اكثر من 22 او 23 اكاديميه اكتف يعني شغالين. والان عندنا هي فتحنا، بنحاول نفتح 3 افرع، خط موافقه لجنه التخطيط الحقيقه اللي هي في زفته،
يعني حقيقه لقينا مكان مميز جدا. وهي هناك في مكان حقيقه مكتظ بالسكان يعني حقيقه الاهلاويه بشكل كبير جدا حقيقه استقبلونا استقبال غير طبيعي. فاتمنى انه هذا المكان يبقى برضو ايه يفرغ للنادي الاهلي لعيبه كويسه. عندنا حقيقه برضو في ابو حماد الشرقية دي من اغنى الاماكن اللي فيها لعيبه مميزه ومواهب كمان ما شاء الله. والسنه دي خدنا من الشرقيه لوحدها مش اقل من 24 لعيبه على مستوى المراحل السنيه المختلفه يتشافوا في قطاع النشئين بالنادي الاهلي ويتشافوا وكمان ايه يعني اقول لك ايه محتاجين لعنايه في الاكاديميه. هتكلم لك على البرنامج الجديد اللي انا هعمله بحيث ان اللعيبه دي لا تقل في تدريباتها عن قطاع الناشئين. فدي حته مهمه جدا كويس. انا خدت احيانا عهد لي ان انا اللعيب المميز في الاكاديميه يجب نعرض كابتن شطه وحضرتك معايا دلوقتي بعض الصور واللقطات للاكاديميه ودي من اسكندريه. ما انت عارف اكاديميه الاسكندريه دي فيها كمان برضو حقيقه في الكابتن ياقوت المسؤول عن هذا الفرع هي شخصيه حاجه استاذ دكتور في التربيه لاعب سابق عندهم نادي اسمه نادي بايونيرز. النادي ده في الدرجه الثانيه بيلعب في الدرجه الثانيه. فحقيقه المكان ده انا بعتقد انه من افضل الاماكن من حيث الاهتمام باللاعبين وتدريب المدربين على كيفيه انتقاء البرامج للاعبين كلها حاجات مهمه جدا. فانا بقول يعني والملعب حقيقه جديد حقيقه مدام عايده المسؤوله عن الملعب حقيقه عملت لنا ملعب جديد لانك لسه يا دوب اول ناس استعملناه. اي مكان جديد بتروحها كابتن شطه بيبقى ليه مواصفات عشان تفتح في المكان ده اكاديميه النادي الاهلي بيبقى فيه اشتراطات منك او معاك بتروح تبص متوفر 1 2 3 4 خلاص ممكن نفتح فرع هنا؟ والله انا طبعا يعني قبل ما اقرر في اي حاجه بطلب من الشخص او المكان اللي هنعمل فيه اكاديميه يتصور لي الاول صور بالليل وبالنهار وبعد كده اروح اشوف الملعب اللي موجود ده. انا لا يمكن اخش في اكاديميه فيها ملاعب سداسي وسباعي لازم يكون ملعب كبير او ملعبين كبار او ملعب كبير وملعبين صغيرين او ملعب كبير وملعب خماسي او سباعي كويس. النادي الاهلي عشان الاعداد بتزيد فلو رحت في ملعب واحد وبعدين الملاعب كلها الحقيقه بتبقى مؤجره الاكاديميات الثانيه فانت محتاج انك انت تفرغ وقت كويس قوي لاكاديميتك لانك انت ممكن تبدا ب 200 وبعدين يوصلوا 300 ويوصلوا 400 ويوصلوا 600 يوصلوا 1000 وصل ممكن. فبالتالي انت محتاج ان الملعب دلوقتي يكون عندك فترات تدريبيه فيه فالمواصفات اللي موجوده فيه يكون في غرف ملابس كويس. يكون في مخزن للادوات يكون في مكتب لمدير الفرع والتحصيل عشان الحقيقه التحصيل مهم جدا لما تيجي تحصل مش هتحصل في الملعب جوه لازم يكون عندك مكان خاص يجي ولي الامر يخش املى الاستماره قدام الناس وان هو استماره الاشتراك استماره فيها 25 بند لازم يكون مستوى فيه للعيب صحيا وبدنيا ويكون عنده كذا وكذا وكذا فولي الامر بيقرا هذه الاستماره والاستماره دي مهمه جدا يعني الحقيقه انا كنت عارف كنت جبتها عشان الناس تشوفها لان الاستماره دي فيها اللائحه بتاعت الاكاديميه نفسها شروط الاكاديميه هدفها ايه هل ولي الامر لازم يقرا الحاجات دي قبل ما يعني يدفع حتى مليم يعرف ان الفلوس دي مش رايحه يعني غرض تجاري لا في غرض فني موجود من خلال هذه حضرتك بتقول 24 لاعب من الشرقيه بس هيتشافوا في قطاع الناشئين مميزين ان شاء الله حقيقه في وجود الكابتن بدر رجب طبعا يعني يجي بقى ان شاء الله يتواجد معانا في الاكاديميه على فترات يعني متقطعه يشوف بس اللعيبه الحقيقه المميزين دول وانا كده في يعني في قناه الاهلي بقول ان انا من الاسبوع اللي جايب كل اللعيبه اللي اشتركت في البطولات اللي موجوده كلها المميزه من جميع المراحل السنيه يتعدوا 250 لعيب كل المراحل السنيه من جميع الاكاديميات هؤلاء اللاعبون ان شاء الله هجيبهم يوم السبت الساعة 6 مساء 3/7 وبعد كده يوم الخميس 8/7 هيجوا ان شاء الله يتدربوا عشان برضه يكونوا معانا دائما في هذه السنة من خلال ان انا بندي برامج خاصة دلوقتي للعيبة المميزة زيادة عن التدريبات المحلية العادية ودي لو ما عملناهاش اللعيب لا يمكن ينافس اي لعيب في اي قطاع لان لعيب القطاع بيتدرب من 3 أو 4 أو 5 مرات في الاسبوع وبعدين عندنا ماتشات هنشارك في السنه دي ان شاء الله في جميع البطولات اللي هيعملها الاتحاد المصري لكره القدم للاكاديميات او للمناطق منطقه القاهره او منطقه الجيزه ان شاء الله. حضرتك السنه اللي فاتت كنت عاده دايما بطوله الكابتن صافت عبد الحليم بطولات اخرى تجميع الاكاديميات في كل الفروع كان من ضمن برضو او من انشطه الاكاديميه المهمه جدا دي يا كابتن شطه وكنا بنغطيها مع حضرتك في قناه الاهلي برنامج الاشبال.
والله يا أسامة أنت عارف كويس قوي إن الحقيقة نجومنا الكبار زي صفت عبد الحليم وكابتن هاني مصطفى والمجموعة دي وبعدين عملنا كمان يعني مؤمن زكريا في البداية مؤمن زكريا الحقيقة برضه ما زلنا برضه الحقيقة إن شاء الله ثابت البطل وهنعمل واحدة كمان إن شاء الله لمحمد عبد الوهاب. يعني عندنا برضه نجوم كبار ورموز للنادي ممكن نسمي بهم بطولات كتيرة جدا، لكن الأهم حاجة حصلت السنة دي وخلت الحقيقة يعني كمية كبيرة جدا من الحقيقة اللاعبين 1200 لاعب اشتركوا من جميع انحاء مصر في الاكاديميات الاخرى، اشتركوا معنا في بطوله اسمها بطوله اكاديميات النادي الاهلي الاولى. 1200 لاعب شاركوا في هذه البطوله، كانت بطوله كبيره جدا استمرت لمده شهرين او 3 شهور تقريبا، بيلعبوا مرتين في المراحل السنيه من 2009 2010 2011 2012 وبعد كده في 2007 2008، وجدنا لاعبين في المراحل السبعه وثمانيه مميزين جدا، فلازم ان شاء الله برضه هيتشافوا مع المجموعه اللي جايه يوم السبت دي من جميع من اسوان من الغردقه من اسكندريه من المنصوره، يعني جاي من ابو كبير، جاي من الحقيقه من كل الافرع اللي عندنا. انا بس انا احب بس اقول لك في افرع زي شبين الكوم مثلا عندنا في خان مع كابتن احمد نخله من الاكاديميات الناجحه جدا مثلا، عندنا في غطيناها كتير خلي بالك الاكاديميه مع كابتن احمد نخله وبعتنا كاميرا كتير وسجلنا وما شاء الله في اعداد وقبال كبير جدا هناك وفيها لعيبه مميزه جدا الحقيقه في شبين. انا عندي بقى عندي الصعيد اتكلم عنه شويه عشان كنت في اسوان امبارح شفت اشوف الملاعب واشوف الوضع ازاي، لانه الحقيقه اسوان كانت يعني العدد هبط فيها بشكل كبير جدا، كنت عايز اروح اشوف الاسباب ايه. رحت قابلت مدير مديريه الشباب الرياضه وقابلت الحقيقه الكابتن زيزو والكابتن اشرف المسؤولين عن الاكاديميه، ورحت الملعب شفت الملعب وبعدين بصيت على ملاعب اخرى في طبعا رحت كومومبو عشان اشوف اذا كان في كومومبو اقدر اعمل الاكاديميه هناك. فالحقيقه سوهاج واسيوط واسوان السنه دي في اهتمام خاص جدا بيهم، لانه الحقيقه يعني سوهاج بالذات كمان في جامعة سوهاج عندنا ملعب ممتاز جدا تحت اشراف حقيقه محمد السيد موجود هناك حقيقه في سوهاج. عندنا كمان حقيقه بنها بدانا فيها اكاديميه السنه اللي فاتت والسنه دي ان شاء الله ماسكها حبيبك الكابتن ما عرفتوش مين عمرو حلواني واحد من ابناء نجوم النادي الاهلي. هستكمل معاك الكلام يا كابتن شطة عن اكاديميات النادي الاهلي في كل المحافظات، لكن نروح لتليفون مهم دلوقتي. معانا على التليفون دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. تحياتي ليك يا دكتور سعد وتحياتي الكابتن عبد المنعم شط. مساء الخير يا كابتن اسامه ومساء الخير على مشاهدين حضرتك الكرام ومساء الخير على كابتن شطة ودايما موفقين ان شاء الله. ان شاء الله. آخر الاستعدادات يا دكتور سعد، ما شاء الله بعد بكرة افتتاح صرح رياضي كبير هينضم بقى لأفرع النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي، آخر الاستعدادات لافتتاح فرع التجمع الخامس أو القاهرة الجديدة. يعني خلينا أقول لحضرتك في البداية طبعا أنا بتقدم بخالص التهاني لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي الكبيرة في الحقيقة بهذا الحفل ان شاء الله اللي بيعلن عن افتتاح الرسمي لواحد من شروح الرياضه اللي بتعكس التطور الحضاري في الحقيقه للمنشات الرياضيه المصريه اللي تم يعني انجازها في فتره وجيزه وفي ظل تحديات اقتصاديه بيمر بيها العالم، ومن هنا كمان تيجي عظمه التحدي اللي النادي الاهلي انجزه بانه يعمل صرح رياضي في الحقيقه نال اعجاب وتقدير كل ما منظر هذا الصرح الرياضي، لانه بيحمل مواصفات ذات معايير جوده بتنقل كل مفاهيم المنشات الرياضيه المصريه في اتجاه اخر. واعتقد ان احنا كمان هنا من خلال برنامج حضرتك بنتوجه بالشكر الجزيل لكل المؤسسات الوطنيه المصريه وعلى راسها طبعا القوات المسلحه المصريه الممثله في الهيئه الهندسيه واداره الاجرال العسكريه في ان هي تنجز هذا الصرح العملاق في الحقيقه على مساحه 50 فدان بهذه الصوره الرائعه والمبهره. في الحقيقه كان عمل متواصل، حفل الافتتاح في الحقيقه من يوم ما اعلن كابتن محمود الخطيب عن ان شاء الله ان احنا هنفتتح النادي رسميا باستقبال اعضاء النادي الاهلي في القاهره الجديده بدايه من 1/6. كان في استعدادات كبيره جدا، تم عمل لجنه برئاسه الكابتن محمود شخصيا، ويمكن احنا كنا الفترة اللي فاتت دي في متابعة حثيثة لكل تطورات العمل داخل الفرع وانجاز كل حتى الحاجات البسيطة عشان يظهر الفرع في صورة جميلة.
وكنا على هامش الفعاليات بتاعه الاستعداد للحفله، عملنا مجموعه من الفعاليات الصغيره، واحده كانت من اهم هذه الفعاليات هو ان كان في عايزين نربط المقر الرئيسي بكل فروعه بربط تاريخي، فعملنا جوله مهمه جدا مع فريق ارمي للدراجات الناريه ابتدت من الشيخ زايد اخر الفروع الجديده اللي قبل فرع القاهره، ثم انتقلت للمقر الرئيسي في الجزيره، ثم مدينه نصر، ثم راحت لمقر القاهره الجديد. ان شاء الله فعاليات الحفله هتبدا في تمام الساعه 6 بتوقيت القاهره ان شاء الله. الحفله هيبقى فيه جزء حفل فني هيستقبل الساده اعضاء النادي الاهلي بدايه من الساعه 8، لان الحفل من 6 لحد الساعه 8 هيبقى قاصر فقط على الدعوات الرسميه اللي تم توجيهها من قبل مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، وبعد كده من الساعه 8 ان شاء الله هنستقبل كل اعضاء النادي الاهلي بدايه من الساعه 8 علشان يقدروا يستمتعوا بالحفل الفني ان شاء الله اللي هيبقى موجود من اليوم التالي مباشره. من اليوم التالي مباشره هيبقى فرع النادي الاهلي في القاهره الجديده جاهز لاستقبال اعضائه، وبالتالي هنبدا نستخرج جميع البطاقات العضويه ايضا الجديده، وده برضو خبر يمكن احنا بنختصه من خلال برنامج حضرتك يا كابتن اسامه، ان احنا ان شاء الله هنطلق البطاقه العضويه الجديده للنادي الاهلي اللي هي مدتها 4 سنوات ان شاء الله، وهنبتدي ايضا بفرع القاهره الجديده نبدا نسلم بطاقات العضويه من يوم الاحد القادم الاحد القادم ان شاء الله نبدا نسلم البطاقات. كمان احنا كنا على هامش الاستعدادات لفعاليات الحفله، احنا كنا كابتن محمود ومجلس ادارتنا بداوا يستقبلوا لجان العضويه عملناها في فرع القاهره الجديده تيسيرا على الساده الراغبين في الانضمام لعضويه عائله الاهلي الكبيره عشان ما نجيبهمش في مقرات الجزيره ويبقى اللجنه في القاهره الجديده، وايضا عملنا نفس اللجنه دي بالتوازي في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد تيسيرا ومواجهه كثافه الاعداد الراغبه في الانضمام الى عائله النادي الاهلي، وده كمان فرصه من خلال حضرتك ان احنا يعني كل الساده الزملاء اللي عندهم رغبه في الانضمام لعائله النادي الاهلي ان هم ينتهزوا هذه الفرصه، لان احنا قدامنا فتره وجيزه عشان نستوفي الاعداد اللي طبعا لا يعتمدها مجلس الاداره، وبعد كده نقفل لفتره معينه عشان نقدر نستوعب هذه الكثافات الكبيره اللي موجوده عندها رغبه للانضمام لعائله النادي الاهلي. ده كان ملخص لبرنامج الحفل اللي هيبدا الساعه كام، وفي لجان تم تشكيلها في استقبال الساده الاعضاء، ودي برضو انا بنتهز الفرصه ان احنا نشكر كل الساده الزملاء المؤسسات الوطنيه سواء كانت ممثله في وزاره الاسكان في الحقيقه اللي بتساعدنا ان هي تعمل تجهيزات البنيه الخارجيه اللي محيطه بهذا الفرع، ايضا جهاز القاهره الجديد زي ما احنا شكرنا قواتنا المسلحه المصريه. ده كان ملخص لفعاليات ان شاء الله حفل الافتتاح. ان شاء الله يكون بعد بكره يوم تاريخ ويوم سعيد لكل عشاق وجماهير النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي يا دكتور سعد، وبنطمن كل الناس ان شاء الله هنكون موجودين معاكم على قناه النادي الاهلي وبث مباشر لحفل الافتتاح اللي زي ما قال الدكتور سعد هيكون ان شاء الله حفل يليق بكل جماهير النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي. دكتور سعد، فرصه وحضرتك موجود معانا دلوقتي على الهواء، عايز اسال حضرتك عن الحضور الجماهيري في مباراه الاهلي والوداد القادمه يوم الاحد القادم، ودي من المباريات المهمه جدا، برضو طمنا على الحضور الجماهيري بالنسبه لجماهير النادي الاهلي في هذا اللقاء. يعني كان في مجموعه من الاستعدادات اللي احنا في النادي الاهلي دايما كنا حريصين ان احنا ناخدها باقصى سرعه ممكنه، بمجرد في الحقيقه اعلان الاتحاد الافريقي بان طرفي المباراه النهائيه سوف يكون النادي الاهلي ونادي الوداد من المملكه المغربيه الشقيقه. النادي الاهلي تحرك بكل سرعه وبدا مخاطبه الجهات والمؤسسات الوطنيه المصريه لان يكون هناك حضور جماهيري من جماهير النادي الاهلي بكامل ساعه الاستاد اللي هي 72600، لان احنا طبعا دي مباراه تاريخيه، مباراه هي قمه صناعه كره القدم في القاره الافريقيه العريقه، والنادي الاهلي هو قلب كره القدم في القاره الافريقيه، مصر هي مقر الاتحاد الافريقي لكره القدم، ودي كلها بتعكس مكانه مصر، وطبعا معاك
رمز جميل من رموز كرة القدم الأفريقية ومن خبراء كرة القدم الأفريقية كابتن صفا، أكيد هو عارف مكانة مصر ومكانة النادي الأهلي في داخل الكرة القدم الأفريقية، فكان عندنا رغبة في الحقيقة، وكان عندنا رغبة أيضا يحالفها الثقة في أن المؤسسات الوطنية المصرية وعلى رأسها طبعا المؤسسات الأمنية المصرية أن هي طبعا دايما بتساند وبتدعم طلبات النادي الأهلي. كان عندنا موافقة مبدئية على حضور 20,000 مشجع، كمان وصلنا خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقديرا لمكانة يعني مصر ومكانة النادي الأهلي، وأيضا قدرة المؤسسات الوطنية المصرية على التنظيم الرائع أن يبقى في حضور جماهيري بكامل ساعة الاستاد. وبالفعل احنا قعدنا مخاطبة وزارة الداخلية والاتحاد المصري لكرة القدم لأن يخاطب الجهات المختصة بأن تكون هناك ساعة كاملة، وأن تكون هذه المباراة هي عرس لكرة القدم الأفريقية، لأن احنا عارفين أن كل المنصات الإعلامية العالمية سوف تتابع فعاليات هذا اللقاء لما له من قيمة ولما له من عشق أيضا لكرة القدم بشكل عام، وأيضا النادي الأهلي وجماهيره وقاعدته الجماهيرية الكبيرة بشكل خاص أيضا، ويكون في ترحيب بأيضا يعني النادي الوداد المغربي الشقيق في الحقيقة، ونرد كمان الاستقبال الحافل اللي قابلتنا به الجماهير المغربية في كأس العالم للأندية، ونعكس هذه الروح الطيبة. ودي كمان فرصة من خلال منصة حضرتك يا كابتن أسامة وبرنامج حضرتك الجميل اللي احنا بنستمتع بيه، ان احنا كمان عندنا في مقابل الثقة اللي احنا بنثقها في المؤسسات الوطنية ان هي حريصة على دعم ومساندة طلبات النادي الاهلي، كمان عندنا ثقة في جماهيرنا، وعندنا ثقة في جماهيرنا ان هي هتظهر بالصورة المشرفة التي تليق بجماهير النادي الاهلي اولا، اللي على مدار تاريخ النادي الاهلي كانت بتدعم وبتؤازر فريقه بكل قوة، وجماهير النادي الاهلي هي اللي قدمت مفهوم الدعم والمساندة بالشكل الراقي في كل جوانبه، سواء كانت دعم ومساندة للإدارة التي تقود مؤسسة النادي الأهلي، الدعم والمساندة للاعبين اللي هم على أرض الملعب، الدعم والمساندة أيضا لكل الجوانب المنظمة للمباراة، الدخول وفقا لتعليمات الأمن، الالتزام بدخول بتذكرة مباراة، الامتناع عن حمل أي محظورات تكون يمنعها الأمن. ده احنا كلنا عندنا ثقة في جماهيرنا، وكمان عندنا حرص على ان احنا نوفر لهم كل السبل ان هم يستمتعوا بمباراه ايضا يحالفنا فيها ان شاء الله التوفيق، ونستقبل بحفاوه النادي الوداد المغربي كما استقبلنا الجماهير المغربيه في كاس العالم للانديه. عندنا امل كبير ان شاء الله، عندنا امل كبير ان شاء الله من استجابه المؤسسات الوطنيه المصريه على راسها وزارة الداخلية الموقرة اللي احنا بنشكرها على ان هي دايما بتدعم وبتساند طلبات النادي الاهلي، ان شاء الله ان نستكمل الساعة الكاملة لتكون مباراة تليق في جمهورية مصر العربية، تليق في مكانة الجمهورية الجديدة ان شاء الله. ان شاء الله دكتور سعد يكون في وعي كبير جدا من الجماهير في هذا اليوم، ويكون في استجابة كبيرة جدا ايضا من الجهات الامنية، ونشوف استاد القاهرة في الساعة الكاملة. دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي بنشكرك شكرا جزيلا. نروح لفاصل، وبعد الفاصل هنستكمل حوارنا مع الكابتن عبد المنعم شطي. اهلا بحضراتكم من جديد، نستكمل حوارنا مع الكابتن عبد المنعم شطة. كابتن شطة، كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الفروع الجديدة. هي احنا اتفقنا السنه دي ان شاء الله في 3 افرع جديده تم الاتفاق عليها من لجنه التخطيط. ابو حماد في الشرقيه ملاعب كويسه جدا الحقيقه، معموله كويس جدا. في المنيا عندنا ملعب حقيقه برضه ممتاز جدا جدا جديد لسه تم انشاؤه، ملعب كبير 11 ضد 11 يعني. وعندنا طبعا في زفته في الغربيه يعني هي لقينا ملعب ممتاز في مكان مكتظ بالسكان، انت عارف الشرقيه دي برضه وزفته والحتت دي كلها فيها لعيبه مميزه جدا. فان شاء الله الثلاث اكاديميات دي ان شاء الله هنبداها ان شاء الله في اول شهر 6 باذن الله، نبدا الاشتراكات بتاعتها، ونحاول برضو كمان نعلنها للناس من خلال قناه النادي الاهلي ومن خلال المركز الاعلامي للنادي الاهلي. الموسم الجديد بقى فتحتوا باب الاشتراك ولا لسه؟ فتحنا باب الاشتراك من 15/6. هي كل اكاديميه ليها مكان وليها مقر بتبدا فيه الاشتراكات وكده، على ان تبدا كل اكاديميه مدير الاكاديميه هو المسؤول عن متى يكون الافتتاح بتاعها، ممكن بعد اسبوع من الاشتراكات، ممكن بعد اسبوعين. في مدينه نصر مثلا عشان الاعداد عندنا كبيره قررنا نفتح يوم 12/6 بعد ماتش النادي الاهلي
والوداد ان شاء الله نكون كسبانين باذن الله. هنفتتح ان شاء الله ثاني يوم من بعد الماتش. ليه؟ لانه عندنا برضو الاعداد الكبيره دي لازم ننظمها كويس بحيث اننا ما نبداش بدري وبعد كده يجي نلاقي نلخبط البرنامج فتبدا بقى بالاعداد الكبيره والمراحل السنيه المختلفه. فدي الحاجات دي كل اكاديميه لها، حتى الغردقه نفسها بدانا الاشتراك فيها لان الغردقه برضو من الاكاديميات معانا الناجحه. طب كويسه، الغردقه برضو من الحقيقه من الاكاديميات الناجحه جدا، عندنا فيها 4 أو 5 لاعبين يعني 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 كانوا من اميز اللاعبين الموجودين من كل المستويات في الحقيقه، يعني حاجه غريبه جدا بالرغم انها طبعا الغردقه يعني شوف الملعب فيها ملعب ده طبعا البحر الاحمر برضو وفيها جماهير الاهلي كتير طبعا، نادي نادي سينزو طبعا في الغردقه معروف، ونادي طبعا كمان النجيله ما شاء الله، حتى اماكن اولياء الامور جلوس اولياء الامور حاجة معمول نادي قوي جدا، نادي فيه كل الالعاب والانشطه وفيه حمامات سباحه وفيه اعضاء وكده، وملعب الكره الحقيقه نادي سينزو ادى للنادي الاهلي في في يعني في شكل انه يلعب فيه مبارياته ويعمل فيه تدريباته ويعمل فيه المهرجانات اللي بنعملها، حقيقه من انجح الاماكن الحقيقه. ما نشكر حقيقه للاستاذ ابراهيم المسؤول يعني والناس المسؤولين والاستاذ صلاح المسؤول عن المدير عام النادي انهم حقيقه وفروا لنا هذا المكان الجميل زي ما انت شايفه. فبالتالي انا بتكلم على الاكاديميات ككل، يعني كل اكاديميه لها ميعاد بتفتح فيه الاشتراكات وهتبدا فيه الموسم ان شاء الله. عايزين نبدا بدري السنه دي طبعا، في ادوات جديده هتيجي وفي ملابس جديده وزي جديد هيجي ان شاء الله. انا شايف ما شاء الله ازاي حتى موحد يا كابتن شطه والشكل العام حاجه حلوه تليق بالنادي الاهلي فعلا. والله النادي الاهلي حقيقي حريص جدا على اللبس بتاعه، يعني احنا برضو عندنا الحقيقه الممارسات اللي بتتعمل لازم تنتقل اللجنه الفنيه الحقيقه بتفحص هذه الملابس عندنا مواصفات معينه في اللبس الحقيقه بنعمله بشكل كويس جدا. والحقيقه اتمنى ان السنه دي يكون ازاي شكله كمان مختلف شويه عشان الناس هي محتاجه انها طب انا برضو من جانب ان برضو الشطه بتسهله على اولياء الامور نظام الدفع، بيبقى فيه بالقسط وفيه كاش وفيه كده صح؟ طبعا احنا عندنا هي نظام كويس قوي قوي الحقيقه. السنه دي عملنا نظام انه اللي بيدفع كاش يعملوا تخفيض على ويس. على قيمه الاشتراك بشكل انه مثلا اذا عنده ابن يعني يعني اي ولي امر عنده ولدين بيتعمل خصم للولدين كويس. 10% وفي بتسهله برضه على اولياء الامور. وبعد كده بنعمل دفعتين او بنعمل 3 دفعات على حسب الاكاديميه، كل اكاديميه ولها طريقه معينه في الدفع. لكن طبعا اهم حاجه عندنا ان احنا النادي الاهلي يا كابتن اسامه اقل اكاديميه بتحصل من اي حد فلوس كويس. انا بقولها كده قدام الناس، انا شفت اكثر من 20-25 اكاديميه، النادي الاهلي اقل اكاديميه. حقيقة كابتن محمود الخطيب ما بينظرش للامور الماديه في هذا الامر، على قد لازم يكون اقل حاجه ممكنه عشان اكبر عدد من الناس الحقيقه تمارس هذه الرياضه. ودي طبعا الحقيقه بنشكرها على مجلس اداره النادي الاهلي منذ ان انشئت الاكاديميه الحقيقه. اتمنى انه النادي الاهلي دائما الحقيقه يكون سباق بهذا الامر، وان احنا الاكاديميه بتاعتنا اقل اكاديميه في حتى في اكاديميات ثانيه بتاخد اكثر من النادي الاهلي وهي اكاديميات خاصه يعني مش كمان اكاديميات انديه. فانا الحقيقه بشكر مجلس اداره النادي الاهلي على انه مش عايز يعني يرفع الاسعار بالشكل الحقيقه اللي متواجد على الساحه، لكن النادي الاهلي نادي تربوي، نادي بيبص على الامور التربويه والمشاطرات الاجتماعيه والنشاط بتاعه، وعنده كمان جماهير كتير قوي عايز يخليها بقى يحتويها من خلال هذه الاكاديميات. عايز اسالك برضو فرصه حضرتك موجود معانا عن كره القدم النسائيه، برضو من ضمن الاشتراطات ان الانديه تاخد الرخصه الافريقيه القادمه لازم يكون عندك فرقتين اشبال، والنادي الاهلي ما شاء الله عنده فرق اشبال في قطاع الناشئين، ويبقى عندك فريق كره قدم نسائيه. الكابتن شطه كان ابتدى الفكره من الموسم المنتهي، بدا يعمل اكاديميه للكره النسائيه. كره القدم النسائيه بقى ومشاركتها في الدوري الناديه هتكون من ضمن الاشتراطات عشان تاخد رخصه الانديه الافريقيه يا كابتن شطه. والله في توصيه الحقيقه من لجنه التخطيط اجتمعنا في اخر مره وطلعنا اللائحه بتاعت الاتحاد الافريقي بتاعت الكلاب لايسنسنج، ودي بتشترط انه دلوقتي الفيفا اجبرت الكونفدريشنز كلها الاتحادات القاريه ومنها الكاف انه لازم يكون في كره نسائيه، ما قالوش فريق اول ولا فريق ثاني، قالوا فريق يلعب مسابقه. فاحنا ان شاء الله التوصيه اللي جايه من الحقيقه من مجلس اداره النادي الاهلي ان نلعب بطوله 2006 هتبقى مع قطاع الناشئين. وبعدين 2006 دي طبعا انت عارف الكره النسائيه في الفريق الاول ممكن تلاقي فيه 2006 و2005 و2007 و2008
الكره النسائيه مش زي الكره الرجالي. هتلاقي واحده عندها من 2005 بتلعب فيرست تيم. فهنا بقى المرحله الاساسيه بتاعتنا اللي بننشئها ان شاء الله بعد ما الحقيقه مجلس الاداره يوافق على انشاء هذه الفرقه. الحقيقه انا وكابتن خالد بيبو اجتمعنا اكثر من مره مع الكابتن الحقيقه لجنه التخطيط، ومعنا كابتن اميره محمد يوسف المسؤول عن الاكاديميات في مدينه نصر وفي الشيخ زايد. سالتها قلت لها عندك لاعبين كويسين نقدر نلعب بيهم مسابقه؟ قالت لي انا عندي عدد كبير جدا، وكمان كل ما الناس تسمع انه في كره نسائيه في النادي الاهلي كل الانديه دي هتيجي عليها اقبال. فطبعا هي عندها يعني هي طبعا هي بتحضر الرخصه ايه دلوقتي، يعني هي مثقفه جدا وعندها دورات تدريبيه ولاعيبه سابقه، وبعدين الان هي بتاخد الرخصه ايه مع المجموعه الحقيقه اللي بيشرف على الاتحاد الافريقي. فهي هي قادره على انها تقود هذا الموضوع ان شاء الله، وبالتنسيق مع كابتن خالد بيبو هنعمل الدراسه الشامله لهذا الموضوع ونرفع التوصيه للنادي الاهلي ان شاء الله. ما شاء الله كابتن شطه بتقول هنتجاوز 22 فرع او اكاديميه للنادي الاهلي في الشرقيه وفي المنصوره وفي اسكندريه في اسوان وكومومبو والغربيه في ده كله. المحافظه اللي لسه كابتن شطه يعني لسه مرحش وبيتمنى او بيفكر خلال الفتره الجايه ان شاء الله يكون تواجد للنادي الاهلي واكاديميه النادي الاهلي فيها. هم فيها ثلاث اماكن بس طبعا صعب جدا اقدر يعني اعمل فيهم اكاديميات. الوادي الجديد العدد قليل يعني مكان حته شاسعه جدا وعشان تعمل فيها اكاديميه، بس لازم نروحها لانه لازم نغطي كل المحافظات. وبعد كده طبعا مرسى مطروح ما عندناش فيها حاجه حقيقه، انا رحت اكتر من منتجع النادي الاهلي في مرسى مطروح، يبقى لازم خلاص يبقى في المنتجع ده نعمل لنا ملعب كده جنبيه والله تبقى كويس جدا. وبعد كده عندنا طنطا الحقيقه لحد دلوقتي في طنطا مش طنطا وكفر الشيخ، الحتتين دول نكون غطينا الحقيقه 90% من محافظات مصر. ودي طبعا حاجه يعني الحقيقه توري قد ايه النادي الاهلي بيحاول يساعد كل الحقيقه جماهيره في كل المحافظات، لانه يعني ده عارف النادي الاهلي لما يكون يروح هناك ومعاه مثلا درع النادي الاهلي يعني دي حاجه لها قيمه طبعا. فبالتالي انا الحقيقه بشكر كل الناس القائمين. بتزود كمان شعبيه النادي الاهلي، الاجيال الصغيره اللي طالعه حبها وانتمائها للنادي الاهلي، فدي كلها هدف الاكاديميه مش هدف استثماري بحت، لا ده بالعكس زي ما حضرتك قلت هدف فني، هدف زياده شعبيه النادي الاهلي، ازاي الولاد الصغيره بتطلع طاقتها في شيء هي بتحبها كره القدم وانتمائها للنادي الاهلي. شوف انا طبعا اتكلمت قبل كده عن حاجه معينه، انا عندي 24 اكاديميه فيها 10,000 لعيب. ال 10,000 لعيب دول لو القطاع خد منهم 100 يبقى انا كسبان تماما طبعا. لكن انا بقول زي ما حصل قبل كده النادي الاهلي اكاديمياته خرجت مش للنادي الاهلي بس، خرجت لجميع الانديه. انا مستعد اجيب لك احصائيه كل اللعيبه اللي لعبوا في النادي في اكاديميه النادي الاهلي راحوا انديه ايه. احمد عبد القادر ده ما كان في اكاديميه المنصوره، احمد عبد القادر ده بدا معانا في اكاديميه مثلا مثال بس، في لعيبه في انديه ثانيه موجودين ومعروفين بالاسم ممكن نقول اسمائهم لكن تخرجوا من اكاديميه النادي الاهلي. اقول لك على مفاجاه بقى، محمود الونش لاعب نادي الزمالك ابتدى في اكاديميه النادي الاهلي في بلبيس. والله العظيم يا خبر ابيض، الكلام ده مثلا من 2012 مثلا او 2010 كانت وقتها. خلي بالك دي بقى مفاجاه ليك، مفاجاه. واللي كان ماسك وقتها مدير الفرع هناك في بلبيس لا كان الكابتن سيد عبد الحفيظ. كان سيد عبد الحفيظ محمود الونش. انا فاكر الايام دي كان وقتها جميع نجوم النادي الاهلي اشتغلوا في هذه الاكاديميه. كابتن محمد رمضان، كابتن شعب الشافي، كابتن رياض عبد الصمد، انا، كابتن خالد بيبو، كل الناس دي اشتغلت. وبعد كده كابتن سعد الحفيظ، ومش عايز اقول لك الاسماء دي كلها، لكل جميع اللعيبه اللي كانوا موجودين في اكاديميه النادي الاهلي وجميع الاداريين والمدربين الان في جميع الانديه موجودين برضه. مش عايزين نذكر اسماء، انت كنت انت موجود لما هي كابتن وليد صلاح الدين كان ماسك اسكندريه. وبعد كده في انا سعيده كابتن شطه وحضرتك بتقول دلوقتي هي الاكاديميه كمان جزء منها ابناء النادي الاهلي، ولاد النادي الاهلي يكونوا متواجدين، وانت حضرتك بتقول دلوقتي انا هنفتح فرع في بنها وهيكون متواجد فيه عمرو الحلواني. عمرو الحلواني واحد من اللي لعبوا في النادي الاهلي في بدايات نجم كبير، وواحد في قطاع الناشئين قعد سنوات طويله وهو بيختم بيرجع بيته. فيعني دي حاجه كويسه جدا الحقيقه، الاكاديميات قيمه كبيره جدا. شوف يا كابتن اسامه، اول ما عرفت الحقيقه مش عايز اقول مين اللي قال لي، مفيش داعي انت اللي قلت لي، عمرو الحلواني اول ما بطل الحقيقه على طول انا لما عرفت، طبعا انا دربته 2002 كان مع كورفر لو تفتكر، كان هو والمجموعه محمد عبد السلام وابراهيم يوسف، الناس دي كلها كانوا موجودين.
فهو الحقيقه ما شاء الله عليه الوحيد اللي كمل من الجيل ده لحد دلوقتي كان بيلعب. اول ما هي عرفت انه على طول كلمته الحقيقه رحب بشكل كبير جدا كويس. ولقيت عنده افكار كويسه جدا جدا ان شاء الله وهيستلم ان شاء الله من امبارح استلم فرع بنها. فانا بشكره على انه رجع بيته تاني وكل النجوم اللي لعبوا النادي الاهلي النادي الاهلي فاتح ايديه وفاتح بابه لكل هي النجوم السابقين عشان يجي يشتغل في النادي الاهلي. النادي الاهلي لن يتاخر على اي حد من ابنائه يا كابتن اسامه ان شاء الله يعني. وهنبعت كاميرا الاشبال هناك بنها وهنغطي فرع بنها ان شاء الله علشان النادي الاهلي وعشان عمرو حلواني. كابتن شطه في مداخله الدكتور سعد شلبي وبعد بكره في افتتاح صرح كبير يضاف للبنيه التحتيه في مصر وينضم لعائلة النادي الأهلي وأفرع النادي الأهلي فرع الأهلي في القاهرة الجديدة التجمع الخامس. انت حضرتك رحت مع مجموعة من اللاعبين السابقين ونجوم النادي الأهلي وشفت هناك الموقع وكان في استقبالك وقتها كابتن محمود الخطيب الكلام ده من فترة. انطباعاتك عن الفرع الجديد والبنية التحتية وما شاء الله حاجة عظيمة تضاف للنادي الأهلي. والله أنا عموما سعيد جدا إن أنا حضرت افتتاح ثلاث أندية. أيوه. مدينة نصر أيوه كابتن حياة كابتن حسن حمدي وكابتن صالح سليم الشيخ زايد برضو كابتن حسن حمدي والان هي فرقه التجمع الخامس ايام كابتن محمود الخطيب. حاجه يعني بصراحه يعني عايز اقول لك الفرحه اللي بنشوفها احنا النادي الاهلي منتشر بهذا الشكل وبهذه الفخامه والانديه اللي بتتعمل فيها احدث الحاجات اللي موجوده. انا رحت طبعا لقيت كمان صور معانا يا كابتن شط لقيت مبنى كمان للاكاديميه مبنى يعني فخم جدا اكاديميه النادي الاهلي على اعلى مستوى ملاعب يعني لسه ما زالت جديده. وطبعا دي حقيقه المجموعه كلها هتجمعنا لاول مره منذ سنوات طويله الحقيقه في هذا المكان والكابتن محمود الخطيب جمعنا طبعا في هذا اليوم وفي ناس كتير قوي الحقيقه تواجدت في ذلك اليوم طبعا وان شاء الله هنتواجد برضه يوم الافتتاح باذن الله بإذن كلنا الله. تاني يبقى انا حضرت افتتاح ثلاث افرع للنادي الاهلي ويزيدني فخرا ان كنت كلها مصورها انا اللي الله. مصور هذه الافرع صورت مدينه نصر سنه 1988 او 1990 وبعدين الشيخ زايد والان افتتاح التجمع الخامس. ده فخر لينا كلنا ان شاء الله واتمنى انه النادي الاهلي يستفيد من هذا المكان لانه هيغطي بقى ايه القاهره الجديده كلها حقيقي. حتى لحد حتى العاشر من رمضان. الاكاديميه هناك اشتغلت ولا لسه؟ ان شاء الله باذن الله الحقيقه بنعد الاكاديميه هناك باذن الله عشان يتم افتتاح ان شاء الله بعد ما نخلص افتتاح الحقيقه النادي نتفرغ بقى بعد كده الاكاديميه. اقبال كبير جدا يا كابتن اسامه على هذه الاكاديميه اجتماع اقبال كبير جدا من دلوقتي بيسالوا يجوا النادي عندنا في مدينه نصر عايزين نعرف اشتراك تجمع الخامس امتى؟ نقول لهم اشتركوا هنا مالكوش دعوه لان افتتح هناك تروح هناك على طول بنفس الاشتراك على طول. فالحمد لله يعني ده فخر كبير جدا للنادي الاهلي ان يكون له اكثر من فرع وبهذه الفخامه وبهذه الجوده الحقيقه. فده يدل على النادي الاهلي طبعا. وانا عرفت كمان من الكواليس ان حضرتك كنت صاحب الفكره دي وكنت حريص برضو انك تجمع النجوم. يعني احنا شايفين الكابتن حسام البدري، الكابتن محمد عامر، الكابتن مختار، الكابتن رمضان السيد، الكابتن شوبير، الكابتن ضياء السيد، الاجيال عادل مصطفى، كابتن اسامه عرابي. يعني انا سمعت انك برضو يعني شاركت في اليوم ده وكنت حريص انك تكلم الناس بنفسك يا شطه وتعمل على التجميعه الحلوه دي. والله انا حقيقه من حسن حظي كل زمايل القدامى والزمايل حاج تيسير الهواري طبعا الكابتن فتحي مبروك عشان ما ننساش حظ كابتن تامر حفني ابو دهنه ده كابتن مختار ما عرفتوش ده عارفه طبعا. الحمد لله كلنا تجمعنا الحقيقه. انا اسامه عندي حقيقه يعني حب ان انا اجمع كل الناس دايما حتى لو ما كانش في مناسبه دايما الحقيقه بنجيبهم في النادي الاهلي نتجمع لانه دي حاجه الواحد الحقيقه بيعتز بيها الصداقات القديمه دي والزماله حتى الجداد كلهم زمايلنا واصحابنا وانا حقيقه يعني حريص على انه اجمع كل هؤلاء اللاعبين في كل الاوقات وباذن الله ان شاء الله في كل مناسبه هتلاقيني يعني متصدر هذا الموضوع بنفسي انا وحقيقه ما انساش كابتن شوبير برضه حقيقه دايما بيكون معايا في هذا الموضوع ونشتغل مع بعض في تجميع هؤلاء اللاعبين الحقيقه. طيب نروح بقى للمباراه المهمه والمرتقبه يوم الاحد القادم نهائي دوري ابطال افريقيا. ما شاء الله النادي الاهلي للسنه الرابعه على التوالي في نهائي افريقيا. مباراه الاهلي مع الوداد بطوله خاصه الاهلي البطوله السابقه خسرناها امام الوداد لكن كانت المباراه او النهائي من مباراه واحده تم اقامتها في المغرب. السنه دي ماتشين ذهاب وعوده. شايف الماتش النهائي ازاي يا كابتن شطه ومواجهه الاهلي مع الوداد ازاي؟ شوف انا هتكلم فنيا بس عشان نكون واضحين. النادي الاهلي في الفتره الاخيره استطاع انه يضع اقدامه بشكل كويس جدا على حاجه مهمه جدا يعني مستر كولر عرف ازاي يوظف اللاعبين بالشكل المناسب ما عندوش مشكله في مين يلعب
مين يبدا، ودي حته مهمه جدا. كويس. انا بحقيقة افتكر في السبعينات كيدو كيدي كان بيحتار يلعب مين، فينزل 11 وبره قاعدين عمالقه. الان انت عندك نفس الحياه، مش عايز اقول مشكله، نفس الميزه انه انت عندك اكتر من حوالي 18 ل 20 لعيب كلهم يلعبوا في اي وقت، ودي حاجه طبعا انا بحيي عليها مستر كولر. فاحنا عندنا فريق تقيل يعني قوي جدا. الوداد نتيجته مع سان داونز حقيقه يعني كانت مفاجاه بالنسبه لي، انه كونه يتعادل معاه هو ناقص واحد هناك في المغرب ويكسبوا بضربات الجزاء في 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 جنوب افريقيا. فريق الوداد فريق قوي يعني هي، وبعدين عنده دلوقتي كمان عايز 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 يدافع عن لقبه، فبالتالي بقت في صعوبه. ثانيا المباراه النهائيه على ارضه كمان، فنحن محتاجين بقى ايه، محتاجين لمعالجه يعني لمعالجه هذا الموضوع بشكل كويس جدا. كره القدم ما فيهاش مشاكل، تلعب في الملعب كويس يا اسامه، ما فيش حاجه اسمها قدامك العب كويس، قفل كويس، هاجم كويس، دافع كويس. في اخطاء موجوده في بعض المراكز لازم كولر يشتغل عليها، ودي طبعا سهله جدا. الفرص اللي بتضيع لازم اركز في الفرص، ما دي منها يعني مثلا الفرصه بتاعت كهربا دي، كهربا سهله جدا انه ايه يعني تعالجها بشكل كويس. في الماتش النهائي محتاجه اركز في دي، لو اداها بسن جزمته مثلا بدل ما يغرفها عايز يحطها فوق، لا اديها بسن جزمته. في حاجات معينه محتاجه لتدريبات ومحتاجه، فهي مش اخطاء. انت عارف انت راجل مهاجم، الهجوم ده ما اقدرش اعلم اللعيب ازاي يجيب جول، ما فيش حد يقدر يعمل كده والا هبقى احسن لاعب في العالم انا. فانت بتجيب الجول بطريقتك وبمهارتك وبفكرك. صح. وفي حاجه اسمها الامبروفيزيشن او الارتجاليه، جات لك كوره وانت مش عارف عايز توعد ازاي تحطها، دي حاجه انا ما اقدرش اقولها، موهبه للاعب. لكن محتاجين نقفل دفاعيا، محتاجين نلعب بشكل كويس جدا في 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 كيفيه بناء الهجمه، في كيفيه الفرصه الضايعه اللي بتضيع دي. يعني لازم يكون على الاقل على الاقل التسديد من بره. عندنا السوليه بشوط كويس قوي، احمد عبد القادر بشوط كويس قوي، قفشه بشوط كويس قوي، حمدي فتحي بشوط. يعني عندنا يا جماعه التسديدات دي مهمه جدا، نشوط كتير صدقني كره ممكن توقع من حارس المرمى حد يقابلها، ودي حصلت كتير. مش لازم الكره تكون قويه عشان توقع من حارس المرمى، ممكن تكون كره ضعيفه ويحصل لها ارتباك مدافع مغطي حارس المرمى. لازم تسديد من بعيد، الكرات العرضيه والحاجات دي كلها يا جماعه مهمه جدا. احنا دلوقتي مشكلتنا بنجيب جول او جونين وعندنا 7-8 اهداف ضايعه، ودي طبعا مهمه جدا انك انت تحاول تحرص. لكن النادي الاهلي لن يفرط في هذه البطوله لسبب واحد، انه برضه جات من السماء، ربنا ادهلنا في ماتش الهلال اللي عوده مره عودة. دي كان توري قد ايه انه دلوقتي البطوله دي احنا بنسعى لها بتوفيق من الله، وبالتالي لازم يعني نحرص على كيفيه ان لا نفقد هذه الفرصه اللي جات لنا يعني بشكل. هي يعني احساسك يا شطه ممكن ربنا بعد ما كانت الامور صعبه قوي وربنا اداها لنا تاني ورجعها لنا تاني ووصلنا للمباراه النهائيه، ممكن تكون ان شاء الله البطوله دي من نصيب الاهلي؟ والله انا عندي احساس. ليه؟ وتفتح الاكاديميات يوم 12 على خير، ويبقى افتتاح لا عندي احساس ان النادي الاهلي لن يفرط في هذه البطوله، واللعيبه نفسها حاسه بقيمتها وحاسه انها بعد ما خلاص ضاعت منها استطاعت انها تستعيدها تاني. مفيش حد ما تجيبش لعيب تقول له لازم تلعب جامد لا، اللعيب نفسه دلوقتي حاسس بالموقف والدوافع اللي عنده اوريدي موجوده مزروعه جواه. فنحن بقى ما نوتروش اكتر، نقول له هذه مباراه سهله جدا انك انت تلعبها، بس ركز ولا تفقد فرصه كهرباء يا كابتن انت قلت عليها. يعني انا عايز اعرف ليه شوط سن الجزمه كان صفد عبد الحليم الله يرحمه يشوط الكره دي من نص الملعب بسن الجزمه. يعني دي برضه محتاجه، هو نفسه زعل لانه عارف كويس قوي شايفها، هو زعل ازاي. بس كمان الهجمه دي ممتازه جدا من الحقيقه، من يعني الحقيقه انا بحيي حسين الشحات الحقيقه، بيفكرني الحقيقه ببركات وفكرني بحقيقه. حسين شحات ما شاء الله بيمر كمان بافضل فترات، افضل فترات من الاوراق الرابحه دلوقتي النادي الاهلي. انا الحقيقه بحييه واقول له هنا يا حسين انت الان مفتاح المكسب بتاعنا ان شاء الله، وربنا يوفقك باذن الله ان شاء الله. اخيرا كابتن شطه، عشان وقتنا، شايف النجاحات ما شاء الله اللي بيمر بها النادي الاهلي ان شاء الله، وتكمل كمان بالبطوله الافريقيه، موسم استثنائي للنادي الاهلي، مش في البطولات في كره القدم بس، لا ده في كره القدم، في العاب الصالات، في البنيه التحتيه كمان، وانشاء فرع جديد، مجلس اداره بيشتغل وفي تخطيط وفي نظام وناس قافله على نفسهم علشان نشوف ما شاء الله كم من النجاحات الكبيره دي. والله الحقيقه انا بقول النادي الاهلي السنه دي كله تعب، مجلس الاداره تعب، الجماهير تعبت، الناس اللي شغاله في المواضيع، المدربين، كل الهيئه الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي على مستوياتها نشاط رياضي او في كره قدم، كل الحقيقه شغال بشكل يعني الحقيقه
النادي الاهلي الان اصبح من الانديه الكبيره جدا على مستوى العالم اللي فيها بطولات بهذا الشكل وكميه من الالعاب اللي موجوده بهذا الشكل. فانا حقيقه بحيي مجلس اداره النادي الاهلي، بحيي كابتن محمود الخطيب، اقول له يعني الى الامام، وان شاء الله لن يكون هناك لواحد بيبذل مجهود ان يكون ربنا ان شاء الله هيوفقنا جميعا باذن الله. واحنا بنشكرك كابتن شطه ان شاء الله، وبنتمنى لك ان شاء الله موسم موفق كده مع اكاديميه النادي الاهلي، وزي ما حضرتك عودتنا على النجاح يكون ان شاء الله الموسم القادم موسم كله نجاحات باذن الله. ان شاء الله يا استاذ، بشكرك وبشكر جميع حياة الساده المشاهدين، وتحياتي لكم ان شاء الله. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بشكر ضيف الكابتن عبد المنعم شطه، وبنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه المهمه والمرتقبه يوم الاحد القادم امام الوداد المغربي، ان شاء الله تكمل على خير وتكون البطوله الافريقيه ال 11 من نصيب النادي الاهلي. ومن هنا كمان بناشد الجهات الامنيه ان عدد الجماهير او الحضور الجماهيري يزيد ان شاء الله، وفي اكيد يعني هيكون في وعي كبير جدا من جماهير النادي الاهلي، زي ما شفنا قبل كده في مباراه الهلال السوداني، شفنا في مباراه الرجاء المغربي، وشفنا جمهور النادي الاهلي كان فارق زي مع الفرقه، وشفنا الالتزام الكبير وشكل الرياضه المصريه وشكل استاد القاهره. نتمنى ان شاء الله يكون في حضور كبير والساعه الكامله في استاد القاهره يوم الاحد القادم، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع القادم وحلقه جديده من الاشبال.